طيب، معاكم إيمان سلامة. أنا بدرس فيزيكس IGCSE اللي هو الأو ليفل يعني، و AS and A2، وبدرس كمان بيولوجي برضو. معرفش يعني إذا حد فيكم يعرفني أو بيحضر عن طريق حد طالب أخد معايا، ولا بس عن طريق يعني شير للبوست أو كده. أنا بدرس IGCSE من أول 2007-2008 school year دي، فأولموست معرفش كم سنة يعني خبرة في التدريس. وأنا نفسي كنت طالبة IGCSE وأنا قدكوا كده، ف I've been through all this، ف يعني ده بيديني صورة كويسة شوية عن اللي أنتوا بتمروا بيه، يعني عشان أنا كنت مكانكوا في يوم من الأيام وما كنتش بحب الفيزيكس قوي، او ما كنتش فاهماها يعني، ما كنتش مستغلساها بس ما كنتش فاهماها قوي يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مدام ايناس. فنبدا سؤالنا، مين بيحب الفيزيكس؟ كلكم اخذتوا فيزيكس قبل كده في يير 9 ولا في ناس في يير 9؟ عرفوني بس عن نفسكم علشان يعني ابقى يعني عارفه مين الاودينس اللي بيسمعني، فعلى اساسه اتكلم. اهلا وسهلا يا باش مهندسة. ايوه طبعا حضرتك مامة جعفر، سلام حار جدا لجعفر يعني. طيب انتو year 9، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بمحمد، اهلا بحضرتك. طيب يا شباب ممكن تكتبولي في الشات، وممكن عادي تخلوا المسج for everyone، تقولولي انتو year 9 year 10 يعني عايزين تاخدوا physics في نوفمبر في ماي جون، even حتى لو مش تاخدوا معايا يعني I can be introducing يعني the subject for you، نتكلم على ال subject عامة. هلو يا آدم، انت year كام يا آدم؟ ممكن تفتحوا المايك كمان يعني، عايز تكلم في المايك اتفضل. يير 10، اوكي عمر يير 10. طيب اخدتوا الفيزيكس قبل كده في يير 9 ولا انتوا مثلا محاولين من ناشونال سيستم؟ طيب اللي درس الفيزيكس قبل كده بيحب الفيزيكس ولا مش طايقها زي كتير يعني من الطلاب؟ مين هياخد الفيزيكس وهو بيحبها، ومين هياخد الفيزيكس وهو مش طايقها بس يعني he has to، هو مضطر انه ياخدها للأسف؟ اوكي في ناس بدأت السيلابس تمام، اوكي من 7 و 8 و 9. في حد في year 11 you're gonna take it in November، you like it. طيب يا هاني دي حاجة مبشرة والله يعني. بفرح لما بلاقي حد جاي already بيحب الفيزيكس. طيب عبد الرحمن you're in year 10 جاي من ناشونال تمام. طيب يعني انت ما درستش already ال core قبل كده، خلاص تمام. probably both options like and don't like. اوكي يا مش عارف، انا مش عارف هي حلوه ولا هي وحشه. طيب بصوا يعني محتاجه to reassure you يعني انه هلو يا سيلفانا، اوكي برضو your year 10 so you're new to the British system يا سيلفانا، صح كده؟ انت يعني لسه اول مره هتاخدي ال IGCSE subjects. great Adam I like physics but you can't understand it. اوكي طيب يبقى آدم عرف ال يعني عرف الأبستكل اللي عنده في طريقه في الفيزيكس إن هو مش فاهمها قوي. طيب حلو قوي، سو إحنا عندنا كده يعني a variety of people from different backgrounds. طيب حلو قوي. بصوا طبعا أنا عارفة إن في ناس كتير قوي جايين بالمايند سيت بتاع الفيزيكس دي مادة رخمة ومادة صعبة أو دي بتاعت العباقرة أو 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 يعني هي ما تفرقش حاجة عن الكيمستري والبيولوجي، it's a branch of science. فلو انت لقيت نفسك شغال في الماث عادي، شغال في الكيمستري عادي، شغال في البيولوجي عادي، فالفيزيكس برضو المفروض تبقى ماشي فيها عادي. يعني maybe كان في حاجات معينة ناقصة كده في التوليفة اللي بتخلينا في الآخر نحقق سكور كويس،
maybe ما كانش عندك resource تذكر منه, maybe ما كانش عندك good guidance, يعني maybe ما كانش عندك وقت كافي, maybe البلان بتاعتك كان فيها مشكلة. فخلينا نتفق مع بعض كده على الelements اللي تودينا في الآخر عشان نحقق حاجة كويسة في الفيزيكس. أوكي, physics is about understanding. فمبدئيا كده لو انت عندك اي سؤال في الفيزيكس whatever بقى, يعني مدرس في مدرستك, انت واخدها self study, ما حدش يحاول يحفظ الفيزيكس زي ما هي كده. احنا مش حاجة abstract كده, احنا يعني الفيزيكس دي مادة تطبيقية, ف it's there in all our life. فالمفروض ان انا لو في حاجة انا مش فاهمها والمدرس اللي قدامي ما قدرش يوفر لي الشرح المناسب, روح على اليوتيوب اكتب التوبيك اللي انت مش فاهمه, اكتب العنوان السب توبيك الحته اللي واقفه معاك, هتلاقي مليون فيديو يشرحها لك بطرق مختلفه لناس مختلفه, فاكيد حاجه فيهم هتنفع معاك. اوكي, طيب ممكن نتكلم بقى على الكامبريدج فيزيكس if you're interested. معرفش انتوا كلكم يعني you're interested and يعني you're settled خلاص ان انتوا تاخدوا كامبريدج. ادم بيقول I understand the lessons and formulas, but you can't solve the questions. Yes, okay. ما هو إحنا هنشوف بعد شوية إنه الفيزيكس الشرح عارفين ده حمادة والحل حمادة تاني خالص, هي كده بالضبط. فإن أنا أبقى فاهم فيزيكس وأفهم الشرح ده أنا هقدر أجيبه من اليوتيوب فيديوز. بالنسبة بقى لحل المسائل لازم يبقى عندك جايدنس في الحتة دي, يعني لازم يبقى عندك حد يقول لك البريتش سيستم طريقته كذا, الإكزامينر بيدور على كذا, and so on. ده for all boards, يعني كامبريدج, الإكسل, أكسفورد. أنا في عندنا كده مايند سيت معينة, ببقى أنا قاعد قدام الامتحان أنا عارف الإكزامينر مستني مني إيه في السؤال ده. By training, intensive practice, المفروض نوصل للمستوى ده. هما دول الطلبة اللي بيحققوا الـ A star, يعني مفيش حد بيحقق الـ A star صدفة, ومفيش حاجة اسمها A star سهلة. اوكي, انا معاك ان ممكن يكون في بورد السبجكت دي اسهل من السبجكت دي في ديفرنت بوردز, ممكن يس. بس عامه اي حد بيجيب اي ستار, ما انا كنت في مكانكم في يوم من الايام, انا جات ستارز, وناس كتير كانوا في نفس المكان اللي انتوا فيه ده. فبالخبرات المتراكمه يعني المفروض انه ما فيش حد بيجيب اي ستار سهل. اللي عايز يجيب اي ستار لازم هيبذل جهد شويه, واللي هيجيب A star أسهل من غيره هو اللي هيبذل الجهد ده في الطريق الصح, لأن أنا ممكن يكون عندي wasted effort كتير, إن أنا بحل كتير جدا 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 أصلا, بس أنا ما عنديش استراتيجي للحل, فأنا في الآخر ما بحلش زي ما المفروض أحل, فأنا مش بستفيد حاجة يعني كما ينبغي. فأنا هقعد أعمل جهد أضعاف أضعاف أضعاف, ممكن لو حد تاني عنده good guidance عارف الاستراتيجيز اللي المفروض يشتغل بيها هيعمل جهد برضو, بس مقارنة بالتاني اللي كان ماشي كده من غير استراتيجي وguidance ده هيبقى هو بيبذل جهد نسبيا يعني أقل شوية, ده هيريحه, لأنه إحنا مش بناخد subject واحدة. كل واحد فيكو اللي داخل في نوفمبر اكيد معاه مادتين اكيد, يعني مش قاعد للفيزيكس بس فاضي ليها. اللي داخل في ماي جون اكيد معاه مثلا 5-6 مواد, ان ما كانش 8 يعني, لو بره مصر ساعات بتبقوا واخدين 8 او 9. فعايزين نعمل يعني ايه, عارفين السمارت جولز, يبقى انا عندي هدف كده وانا رايح له بطريقه سمارت, ما بعملش جهد في الفاضي, انا عارف طريقي كويس جدا, انا هاف جايدنس بروبر جايدنس. اوكي, فالحل ده حاجه مهمه جدا, يعني اللي هيعتمد, واكيد سمعته من زمايلكم الدفعات الاكبر من كل, هيعتمد ان هو انا هذاكر النوتس وهاجي قبل الامتحان يا سيلفانا مثلا زي الناشنال سيستم راجع على المنهج وخلاص وهدخل اجيب الفول مارك, ولا ما بيحصلش. انا لازم اكون عامل براكتس كويس جدا 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 مهما ذاكرت, ومهما يعني لو انا طالب عبقري الاي كيو بتاعي في السماء وذاكرت حفظت النوتس صم, بس I didn't practice well اخري خالص في البريتش سيستم A. اللي بيجيب ستار ده بيبقى حد كده اكزام اورينتد قوي, يعني هو بيفتح السؤال ده بثلاث درجات او بدرجتين, بيبص على الكوماند وورد, هو عارف هو هيكتب ايه في وقت قد ايه, and he's to the point. والولاد مع التدريب حتى لو هو سايب 5-6-7 تسطر, هو السؤال عليه درجتين, فهو في الاخر he just needs two pieces of information, فهو بيحط له الكلمتين اللي هو عايزه, من that's it, and he scores two marks. اتفقنا؟ طيب تعالوا نبص على المنهج بتاعنا. في حد فيكم محتار بين كامبريدج وإدكسل, ولا كل اللي قاعدين معايا ناويين على كامبريدج؟ قولوا لي كده كل واحد يعني البورد اللي هو هياخدها, is it the final decision ولا you're still thinking about it؟ محمد عصام كامبريدج, هاني كامبريدج, اوكي.
آدم كامبريدج، تمام. عمر كامبريدج. طيب إذا حد فيكو عنده option إن هو يغير، يعني if you have this option please attend the coming session which will start at 6 p.m. لو انتو خلاص يعني you're settled وعارفين ان انتو هتاخدوا كامبريدج ومفيش عندكم اختيار اصلا، يعني المدرسة مش سامحة whether انتو في مصر او برا ويعني مفيش flexibility، خلاص يعني تحضروا معي الحصة دي and that's it. لو انتو بتفكروا او عندكم امكانية ان انتو تغيروا please do attend، please 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 do attend ساعة 6 من فضلك، عشان هقول كلام مهم قوي اذا حد عنده option هو يغير البورد، تمام. طيب يبقى انا كلامي دلوقتي بس على كامبريدج، مش هدي اي مقارنات بين كامبريدج واي بورد تاني. اللي انترستد انه يسمع المقارنات من فضلكم يحضر الساعه 6، خلاص. طيب ليتس ستارت بقى الكلام الجد، صح كده. دلوقتي احنا عندنا السيلبس بتاعنا، طبعا انا متخيله ان كل اللي قاعدين قدامي يا اما هيمتحنوا في نوفمبر اللي جاي يا اما هيمتحنوا بالكتير جون او نوفمبر برضو اللي وراه 22، لكن لو حد هيمتحن جون 23 ممكن يكون حد قاعد معانا مثلا في جريد 8، اوكي. لو حد قاعد معانا لسه في 8 او هيمتحن في جون 2023 ففي تشينجز في السيلبس اللي انا هقوله. السيلبس اللي انا هقوله ده اخره نوفمبر 2022، خلاص starting جون 2023 specifications فيها حاجات مختلفه شويه، معلش يا جماعه. طيب احنا عندنا سيلبس الفيزيكس بتاع كامبريدج السبيسيفيكيشنز الحاليه اللي هي بتاعه 2022، احنا عندنا 5 يونتس. وات ار ذيز يونتس؟ الفونت كده كويس ولا اعمل زوم ان شويه؟ ايه اليونتس اللي عندنا؟ وي هاف ذا فيرست يونت جنرال فيزيكس، وده اطول يونت هنقعد نشتغل فيه شويه كده حلوين يعني، اوكي. الكورس بتاعنا لو نوفمبر احنا هنبدا on the 4th of July، اوكي، اللي هو يوم الحد. ولو احنا هناخد في ماي جون الكورس هيبدا في ميد سبتمبر، مش فاكره يوم كام بالظبط، ميد سبتمبر I think maybe the 16th or the 18th، مش فاكره، بص على الكالندر يعني، اوكي. فده بالنسبة للناس اللي داخلين امتحان أكتوبر نوفمبر 2021، والناس اللي داخلين ماي جون 2022 هبدأ الكورس نص سبتمبر، تمام. الجنرال فيزيكس ده أول يونت وأطول يونت وشبه الميكانيكس اللي هو في الـ AS Math، عشان انتوا ممكن ناس فيكم يكونوا في 11 so they're taking AS Math مع الـ O-Level Physics، فاليونت ده هيبقى بالنسبة لهم يعني هيفيدهم جدا جدا في الـ AS Math، اوكي. تاني يونت اللي هو الثيرمال فيزيكس، وده الاوردر اللي انا بشتغل بيه، ده الترتيب اللي بشتغل بيه. الثيرمال فيزيكس خفيف جدا، قصير جدا، سهل جدا، فيعني عارفين بنريح فيه كده بعد الجنرال فيزيكس، لانه الجنرال فيزيكس طويله قوي، فا اتس كومبرست، يعني زي ما يكونوا حاطين تو يونتس مع بعضهم مسمينهم جنرال فيزيكس، فهو طويل. بعده على طول بناخد الثيرمال فيزيكس. اليونت اللي وراه بالنسبه لطريقه شغلي انا الالكتريسيتي اند ماجنتيزم، وانا باخدها قبل الويفز. يمكن في مدرسين كتير قوي بيمشوا بالترتيب ده، بياخدوا الويفز الاول، انا بدي الالكتريسيتي اند ماجنتيزم الاول كاز اي بليف، يعني اي بليف انه الالكتريسيتي محتاجه براكتس كتير قوي، فبتحتاج تبقى انت عارفها كده بقالك فتره قبل الامتحان فتره كبيره، اوكي. بعد كده بدي الويفز. بعد كده اخر حاجه بقى اللي هو اسهل يونت خالص في المنهج اللي هو الاتوميك فيزيكس، يعني حصتين وبيخلص، اوكي. طيب طريقه الشغل بتاعتي انه بعد ما بنخلص يونت 1 في النص طبعا ببقى مدياكم واجب يعني من الكلاسيفايد، انا عندي النوتس بتاعتي برضه اوريها لكم، والكلاسيفايد ماي اون كلاسيفايد اند ماي اون نوتس، كل ده هيتبعت لكم بي دي اف علشان انتوا تطبعوه يبقى معاكم، والنوتس كمان كلها تبقى معاكم من الاول يعني، اوكي. كلاسيفايد يونت باي يونت هبعته لكم. الجنرال فيزيكس بناخد هوم وركس، بعد ما نخلص اليونت كله بنخلص الكلاسيفايد كله حل، اوكي. الثيرمال فيزيكس بعدين بناخد كويز. كريم ممكن استاذنك ميوت يور سيلف، ثانك يو. بعد ما بنخلص الجنرال فيزيكس بيكون طبعا في سمول كويزز كده في النص، في الاخر بيبقى عندنا وان بيج ايفالويشن كده للجنرال فيزكس عشان كل واحد يعرف هو وصل لحد فين في الجنرال فيزكس.
بعدها بناخد الثيرمال فيزيكس، وبعد ما بنخلصها بنحل، هي مش طويله، بعد ما نخلصها بنحل كلاسيفايد، وبرده هيبقى عندنا بيج تيست كفرنج بقى الجنرال والثيرمال فيزيكس بوث يونتس. بعد كده هناخد الكتريستي اند ماجنتيزم، نحل كلاسيفايد، ناخد بيج تيست يغطي التلاتة يونتس. فاحنا دايما كل امتحان هناخده بعد كل يونت، كل بيج تيست ممكن في النص في سمول كويزز كده على الحته اللي احنا غطيناها، لكن انا باي ذا اند اوف ايتش يونت هيبقى عندنا في اليونت دي ان واتس بيفور اليونتس اللي قبلها. اوكي طيب بعد كده الويفز، بعد كده الاتوميك فيزيكس. طيب بالنسبه لطريقه الامتحانات بتاعتنا، المنهج بتاع كامبريدج، ايه البيبرز اللي عندنا؟ الناس اللي جايين من ناشونال سيستم او لسه في لاين ما اخدوش الاو ليفل قبل كده، احنا عندنا الاكستندد طبعا كلكم اعتقد بتاخدوا اكستندد، فاحنا عندنا بيبر 2 بيبر 4 اند بيبر 6. بيبر 2 از اول ام سي كيو مالتيبل تشويس كويستشنز، على فكره بي دي اف اللي انا شغاله منه ده موجود اونلاين فور فري، بس اكتبوا 0972 2022 سبيسيفيكيشنز. مش انا اللي عامله البي دي اف ده ولا حاجه، ده كامبريدج كل بورد بتبقى عامله ملف كده فيه السبيسيفيكيشنز بتاعه كل ماده. اوكي عشان لو حد عايز يقراه يعني صار لي ده مهم جدا على فكره، ان انتوا يعني من غير درس ولا حاجه ان كل واحد فيكم ينزل السبيسيفيكيشنز بتاعه السبجكت اللي هو واخدها ويقراها. طيب بيبر انا يعني بالنسبه لي انا خلاص هعمل الشغل ده، بس عامه يعني فور اول سبجكتس يعني مهم ان عينك تروح على على السبيسيفيكيشنز بتاعه السيلبس عشان تتاكد على الاقل يعني ان انت غطيت كل حاجه. طيب بيبر 2 عليها 30% من الامتحان كله، يبقى احنا الاو ليفل عندنا بيبر 2 عندنا بيبر 4 عندنا بيبر 6. بيبر 2 30% بيبر 4 is about 50% بيبر 6 the remaining 20%. بيبر 2 بيبر 4 دول بيسالوني في المنهج كله. اوكي بيبر 2 عليها 40 درجه، بيبر 4 عليها 80 درجه، طبعا بتضرب في فاكتور في الاخر يعني، بس احنا بنتكلم على اللي هي ورقه الامتحان نفسها من كام درجه. بيبر 2 كلها multiple choice questions اللي هو هيديني statement أو رسمة أو whatever there is a question يعني، وعندي أربعة choices A, B, C and D وبختار واحدة. تمام؟ ده بالنسبة لبيبر 2 هي كلها 40 سؤال في 45 دقيقة. طيب وهي سهلة؟ سهلة جدا، بس إيه التريك يعني؟ التريك إن هي محتاجة practice، practice كتير 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 كتير، يعني إحنا بنقعد قبل الامتحان بتاع بيبر 2 نقعد نحل بيبر 2 كلها كتير، فانت هتحل 2019 2018 2017 2016، معاك وقت ارجع ورا، ارجع ورا كمان يعني. براكتس بيبر 2 ما بيخسرش ابدا، وساعات بعض الاسئله بتبقى متكرره يعني. الولاد خرجوا من امتحان جون السنه دي قالوا لي مس في امتحان في اسئله كانت متكرره. اوكي فانت نفسك وانت بتحل الامتحانات هتلاقي في اسئله متكرره، مش بس ما بين الفاريانتس، احنا عندنا في ثلاثة variants في كامبريدج علشان الـ يعني الـ examination zone في العالم يعني في فروقات في التوقيت وكده، فعلشان ما يحصلش تسريب او غش في الامتحانات فبيبقوا عاملين zone 1 2 and 3، فبيبقى في variant 1. احنا هنا في مصر السعودية اغلب دول الخليج ما عدا الامارات بنمتحن variant 1 يعني paper 2 لو عايزين تعملوها download هتبقى 2-1 دي بتاعت مصر، برضو 2-2 دي بتاعت الامارات، في 2-3 دول ثلاثة variants. احنا هنحل كله بس انت هتلاقي في حاجات متكررة يعني اللي دخل امتحان احنا نروح الامارات. نروح الامارات ليه؟ عشان ايه؟ عشان تاخد variant 2. ساعات بيبقى صعب variant 2 عادي، هو المفروض انه الثلاثة variants ما يبقوش متفاوتين في الصعوبة قوي، بس نسبيا في واحد ممكن يبقى أصعب من التاني، ما بيبقوش التلاتة في الآخر identical في نفس في الكيرف، بيبقى في فروقات ما بينهم يعني، ممكن واحد يبقى الـ 8 من 133 من 200، ممكن التاني يبقى من 131 من 200، فبيبقى في فروقات بسيطة ما بينهم. paper 4 برضو عندنا تلاتة variants. أوكي paper 6 paper 4 برضو هي theory زي paper 2 بيسألني في المنهج كله، بس مش multiple choice questions، هي بتكون short answer and structured questions اللي هي الأسئلة اللي بدرجة، ممكن اللي بدرجتين، اللي بتلاتة، اللي بأربع درجات، اللي فيها calculations
هحسبها وفي الاخر الكالكوليشن بقى مش هيبقى عليها درجه زي بيبر 2. بيبر 2 في كالكوليشنز برده بس انا في الاخر عندي تشويس بختار واحده فهي في الاخر بدرجه. لا بيبر 4 بقى هيبقى عندي فرصه ان انا اكتب الرول ودي يبقى عليها درجه، هيبقى عندي فرصه ان انا اعمل سبستيوشن اند ري ارينجمنت ودي هيبقى عليها درجه، ممكن في النص يبقى في تحويله فدي هيبقى عليها درجه، وبعدين في الاخر الفاينل انسر. فممكن سؤال الكالكوليشن في بيبر 4 يبقى عليه 4 درجات. اوكي وده طبعا بيديني فرصه ان انا لو غلطت في ستيب في النص مش بنقص الدرجات كلها، وده في كامبريدج في الاكسل في اوكسفورد في الموضوع ده كله. ولو انا عندي سؤال مثلا A1I جبت اجابته غلط وهحتاج الاجابه دي في A II، هحتاج الاجابه دي عشان اطلع احطها في ايكويشن ثانيه واطلع اجابه مختلفه لحاجه ثانيه، يعني لو انا جايب A1I غلط ما بينقصنيش عليها ثاني في A II، دي بتبقى حاجه اسمها ايرور كاريد فورورد تبقى مكتوب في مارك سكيم، معناها انه خلاص هتستخدم الفاليو الغلط اللي انت جبتها في A1I وانا اوريدي نقصتك عليها، ما ينفعش يعني I shouldn't penalize you for the same mistake twice. دي قاعده عامه في كل امتحانات البريتش سيستم. اوكي وات ايفر بقى الماده دي، فيزيكس بيولوجي كيمستري اي ماده. اوكي فدي حاجه لطيفه يعني مش بتضيع كل الدرجات في بيبر 4. اوكي وبيبقى عندنا الاسئله بقى بتاعت discuss explain describe state calculate، كل دي command words بنلاقيها في paper 4. اوكي وطبعا هي البيبر الكبيره، paper 2 مدتها 45 دقيقه، paper 4 مدتها 1 hour and 15 minutes، فدي نسبيا يعني طويله شويه. اوكي طيب ودي برضو احنا هنحلها في paper 4 mainly، هو ده الكلاسيفايد بتاعنا. اوكي طيب paper 6 بقى ايه؟ paper 6 paper 6 هي الالترناتيف تو practical، يعني تخيل نفسك لو انت واقف في المعمل وبتشتغل الاكسبيرمنتس بتاعه الفيزيكس وجبت لك السبرينج وعلقت عليه الاوبجكت، ايه القياسات اللي انت هتقيسها، طب ازاي تقيس مظبوط، طب ازاي، كلها براكتيكال سكيلز، هي اسمها الترناتيف تو براكتيكال، يعني كانك واقف في المعمل بس انت مش في معمل، انت معاك ورقه امتحان فيها التجارب وفيها كل حاجه. دي محتاجه مذاكره اكشلي؟ لا يعني حتى انت مش هتستخدم الايكويشنز اللي انت واخدها في السيلابس عشان تحل بيبر 6 خالص، انت بتسمع كلامه اللي هو قايله في الامتحان. عندك اربع اسئله مثلا، اول سؤال بيكلمك على اكسبيرمنت معينه مثلا ليها علاقه بالمومنت، درس المومنت، هل انا محتاج الشرح بتاع درس المومنتس او الاندرستاندينج بتاعي فيه؟ خالص انت محتاج تسمع كلامه، يقول لك قيس الحاجه الفلانيه، تقيسها، اكتب النتائج دي في جدول هتكتبها، طب ارسم لي جراف ترسمه، طب طلع، طب ديديوس، طب قول من الجراف، طب انت شايف ايه، كل الكلام ده انت هتمشي وراه خطوه بخطوه. اسئله اللانسز برضو انا مش محتاج منك الثيري بتاع اللانسز خالص، انت هتسمع كلامه يقول لك هتحط دي وبعدين هتحط دي، طب هتقيس دي، طب احسبي، طب هديك ايكويشن سبستيوت بالفاليوز وطلع لي انسر. فيبقى انا اكشلي مش محتاج مذاكره لكن محتاجه اتدرب على طريقه حلها. فدي انا بالنسبه لي طريقه شغلي بعد ما بخلص شرح السيلابس، وذر بقى دور نوفمبر او دور مايو، بعد ما بخلص شرح السيلابس كله وحل كلاسيفايد وكل حاجه، اول حاجه في الفول بيبرز بنعملها هي بيبر 6. طبعا اول امتحان بيبر 6 هنحله يعني كام درجه يا شباب؟ 40 درجه. اول امتحان بيبر 6 هنحله ممكن تلاقي نفسك جايب 20 من 40، فل جدا، حلو جدا، جو اهيد، هتصلح، هتحط درجه، هنحله مع بعض، هنصلحه مع بعض، هتعرف غلطاتك فين، انا هديك الاسينشال سكيلز اللي انت محتاجها لبيبر 6، هعلمك ازاي ترسم جراف، هعلمك ازاي تعمل ديزاين للاكسبيرمنت، ازاي تطلع بكونكلوجن، ازاي ترتب الريزلتس اللي طلعت لك، اند سو اون، ده شغلي. بعد كده هتحل تاني بيبر، هتلاقي نفسك جايب برضو 20 من 40، مفيش مشكله. بيبر الثالثه هتلاقي بدات تترفع 25 من 40، 30 من 40، لغايه باي يعني بالكثير 10 بيبرز هتلاقي نفسك بدات تجيب 38 و39 من 40، لان هي بتتكرر بطريقه يعني فظيعه. الاكسبيرمنتس نفسها افكارها متكرره جدا. الاكسبيرمنتس نفسها عددها محدود، افكار الدروس اللي هي بتيجي فيها هي ثابته. فانت يعني by the 10th paper that you practice هتلاقي نفسك وصلت ل 38 و39 من 40. اوكي؟ Which is perfect يعني.
فبيبر 6 هي بتبقى محتاجه طبعا تحل اكتر من 10 بيبرز مع بعض، بس يعني انا بقول لكم على انتوا هتحسوا بالبروجرس وانتوا ماشيين فيها، فهي مش محتاجه خالص ان هي تتعمل كلاسيفايد. انا توتالي اجينست ذس، يعني ما حدش يحل بيبر 6 كلاسيفايد، حلوها امتحانات على بعضها في وقت ضيق في وقت واحد، يعني تقعد اسبوعين كده بتعمل بيبر 6 هتلاقي مستواك اترفع للسماء في فترة الأسبوعين دي. intensive practice to paper 6 هو ده اللي بيحقق الطفرة في المستوى، لكن تقعد تحل classified paper 6 من أول السنة لغاية شهر 3-4 مش هتحس ان انت هتحس برضه انا لسه محتاج paper 6. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبة لطريقة الامتحان. في حاجة مهمة بقى أحب ان انتوا تعرفوها اللي هي assessment objectives. كل paper عشان بس الناس تبقى فاهمة هي محتاجة تذاكر الفيزيكس ازاي، هو لما بيجيب الامتحان بيقيمني ازاي؟ يعني ايه اللي هو مستنيه مني؟ مستني ان انا اكون حافظ كل حاجة؟ لا، احنا مش في ناشنال سيستم، البريتش سيستم في نسبة نوليدج ان انا يكون عندي نوليدج محترمة، وكمان understanding application and problem solving. فهو ده اللي بيفرق عن امتحان اولى ثانوي المنهج المصري او عن ثالثة اعدادي او عامة عن الثانوية العامة، هي الحته دي بتاعت البروبلمز. مفيش عندنا في الفيزيكس مثلا ان هو زي فيزياء ثانويه عامه المصري ان هو يقول لك بروف زي الماس، عارفين البروف اللي في الماس؟ في الفيزياء بتاعت الثانويه العامه المفروض فيه برضو الجزء ده. احنا عندنا في الاو ليفل فيزيكس او الاي اس او الاي 2 مفيش الكلام ده، انت عندك بروبلم سولفنج ابلكيشن اناليسز اناليتيكال سكيلز، هي دي الحاجات لازم تبقى عندك، هي دي الحاجات اللي هو بيبص عليها. So ايه الاسسمنت اوبجكتيفز اللي لازم تبقى موجوده في كل امتحان؟ هي والاساس نوليدج وذ اندرستاندينج، ده اسسمنت اوبجكتيف 1 اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا ديفاين اكسلريشن، مثلا ستيت ذا ايكويشن لينكينج بريشر فورس ان اريا، ده كده كل ده اي او 1 لان هو طلب منك ان انت تقول حاجه انت اوريدي عارفها. في البيولوجي مثلا قول ادفانتجز اند ديس ادفانتجز اوف حاجه معينه، خلاص ده نوليدج. ايه الصعب بقى؟ كل ده سهل جدا لانه ده لو حد حافظ خلاص هيعدي في الاسئله دي مش مشكله. ايه المشكله بقى؟ ايه اللي الولاد بيلاقوه صعب؟ هي الـ AO2، وده دوري بقى as a teacher ان انا to qualify you ان انت تقدر تحل الاسئله دي وتتعامل معاها. انا مهما كان السؤال شكله غريب جدا because اكيد انتوا سمعتوا برضه عن الكلام ده او at least شفتوا الميمز يعني على جروبس الفيسبوك والقلش اللي بيحصل بالذات بعد كل paper 4 ايه اللي بيحصل بعد كل paper 4؟ طيب مين بيفتح المايك علشان يعني يعطس؟ معقول برضو كده يعني؟ انا هستأذنكم ان انا I will mute you all. اوكي، واللي محتاج يسأل في حاجة يرفع ايده، بس مش معقول افتح المايك عشان اعطس يعني، صح ولا ايه؟ ما يصحش. طيب الـ AO2 هي دي الـ problem solving. فانا دوري بقى انه انا اهلك ان انت تحل ده. كنت بكلمكم على الاكزامينر، احنا عندنا من اول 2019 there is a different examiner، ستايل الاسئلة شوية بقى غريب او الولاد استغربته، هو مش غريب ولا حاجة يعني، بس هو الولاد كانوا متعودين ان انا بدخل الامتحان مش بلاقي حاجة غريبة. سو هم دخلوا الامتحان في 2019 لقوا حاجات شكلها غريب، ده طبيعي اصلا يعني، هو المفروض يعمل كده، ايدكسل طول عمرهم بيعملوا كده، فيعني دي حاجة مش جديدة على البريتش سيستم، بس الناس من كتر ما بتحل بيبرز في كامبريدج فبيبقوا فاكرين ان انا خلاص انا حليت 10,000 بيبر من سنة 2000 اللي هو ايام ما انا نفسي كنت في المدرسة، حليت من سنة 2000 فانا مش متخيل يعني ايه ادخل الامتحان حضرتك تجيب لي حاجة غريبة انا شفتهاش قبل كده، which is يعني دي wrong expectations، مش المفروض تبقى عند اي طالب واخد اي مادة في البريتش سيستم. اوكي، فده دوري ان انا اعلمك ازاي to handle the information to describe pattern هو جايبه لك، ان انت to solve the problem to analyze the data اللي هو مديها لك، تطلع منها ب conclusions وتكتب الكلام ده. اوكي، هي دي الجزء الصعب. كامل الجزء الصعب هوريكم الويت بتاع كل واحد assessment objective. اخر واحده الـ AO3 اللي هي بيبر 6، يعني دي مش هنلاقيها غير بيبر 6 في كامبريدج. الاكسل طبعا الوضع مختلف، فاللي انترستد ان هو يعرف عن ادكسل يحضر معانا الساعه 6 ان شاء الله، هيلاقي التفاصيل بتاعت ادكسل طريقه الاسسمنت عامله ازاي. تمام، طيب ده بالنسبه للاسسمنت اوبجكتيفز. طيب التوزيعه بتاعت
كل assessment objective فيهم الـ AO1 50%، أوكي؟ الـ AO2 30% اللي هي الحتة الصعب، الـ AO3 اللي هي paper 6 20%. فأنا لما بص على كل paper هلاقي paper 1 فيها 63% AO1 و37% AO2، أوكي؟ الناس بقى اللي بتقول اصل امتحان نوفمبر كان صعب جدا اصلا مش عارفه، هي الفكره كلها بتبقى في دي، هي مش هتعدي البرسنتج اللي هو حاططها، بس هي الناس بتبقى عندها اكسبكتيشنز معينه وهي داخله الامتحان، فبتطلع يعني او بتتفاجئ بحاجه تانية عكس الاكسبكتيشنز اللي عندهم، فبيستغربوا. عشان كده احنا ما بيبقاش عندنا اكسبكتيشن واحنا داخلين الامتحان علشان لما ندخل ما نتفاجئش. اوكي يس يا يوسف تفضل. باي باي يا يوسف. الحقيقة يعني خير. طيب الـ AO3، الـ AO3 دي paper 6 فقط اللي هي المية في المية كلها بس موجودة في paper 6. تمام يا شباب؟ حد عنده أي حاجة تانية، أي سؤال تاني فيما يخص المنهج بتاع الفيزيكس، طريقة الامتحان؟ احنا عندنا البراكتس، أنا عندي بيبر 2، احنا عندنا دلوقتي في كامبريدج في عندنا امتحان في مارتش، ده بيبقى فاريانت 2 بس اللي هو بتاع الهند، فاحنا عندنا بيبر 2 فاريانت 2 فقط، عندنا بيبر 4 فاريانت 2 فقط، بيبر 6 فاريانت 2 فقط، أوكي؟ عندنا في امتحانات ماي جون paper 2 الثلاثه variants، paper 4 الثلاثه variants، paper 6 الثلاثه variants، عندنا في اكتوبر نوفمبر برضو الثلاثه variants. يبقى احنا كل سنه عندنا كام paper يا شباب to practice؟ يس انا كنت بكتب صح. عندنا كل سنه كام paper؟ حد شاطر كده يعدهم. دول 9 و 9 يس 21 بيبر اكزاكتلي. يبقى انا كل سنه هيبقى عندي 21 بيبر ان انا احلهم، فاحنا هنشتغل مع بعض 2020 2019 2018 ويل جو موف باكوردز، اوكي؟ كل ما الوقت هيبقى معانا اكتر كل ما هنحل اكتر. انت مطلوب منك تبراكتس لحد فين؟ 2016. قبل 2016 ات ويل بي ريليفنت شويه علشان في حاجات كانت متشاله من المنهج ان سو اون، فده كافي جدا يعني جدا، يعني اللي هيبقى مزنوق اللي واخد مواد كتير قوي والكلام ده كله يعني وهيشتغل مع نفسه في الفيزيكس، يعني ثلاث سنين لو حليتهم، لو انت مضغوط في الوقت لو حليت ثلاث سنين ده يبقى كويس قوي، عندك متسع من الوقت شويه، المواد اللي معاك مش مكربساك قوي، ممكن ترجع ل 2016 وتقابل بقى مدرس المدرسه معاك يعني هيعمل ايه. فلو حد عايز يعني يحط لنفسه بلان هيعمل ايه، اوكي؟ احنا المفروض هنحل الكلام ده لو بقى حد يعني والله فاضي بقى وعنده وقت كتير وكده، ارجع ارجع حل ورا، بس هتبقى في حاجات انت عارف ان هي متشاله من السيلبس، في نيد ماي جايدنس يعني هقول لكم ايه بالظبط التوبكس اللي مش عليكم، اوكي؟ يعني في كذا حاجه كده متشاله. تمام. اي اسئله يا شباب؟ let me show you my notes، وإذا حد فيكم عنده أي سؤال يعني I'll be more than glad to answer your questions. الكلاس الجاية على نفس الـ ID؟ لا. It's another, there is another link. أنا كنت حطاهم، معرفش أنت جبت اللينك منين يا كريم، بس هم كلهم يعني أنا كنت حاطة في نفس المسج كل اللينك بتاع كل واحد. كلاس الاكسل الساعة 6 بلينك تاني. طيب انا حابة ناخد بما ان انتم ما فيش اسئلة يعني ولا في اسئلة واتساب جروب، اوكي تمام يا كريم. طيب انت هتلاقي التو لينكس كانوا موجودين ورا بعض. طيب اي اسئلة تانية؟ احنا ممكن نشرح جزء من المنهج. I need your votes، يعني تحبوا
مش حاسة يعني ان انا عايزة اشرح جنرال فيزيكس زي كل حصة. ذا واتساب جروب لينك. طب انا ممكن ابعت لكم رقمي، هكتب لكم رقمي في الشات بوكس وانتوا ابعتوا لي. اوكي مش انا مش عارفه ابعت لكم اللينك دلوقتي. ذاتس ماي نمبر. I will send it to everyone. I need your votes. تحبوا يعني ايه مثلا درس كان مضايقكم قوي في الفيزيكس غلس قوي ممكن نشرحه دلوقتي. We'll be starting the syllabus on mid September. Yes يا ادم. If you're taking your exam next May, June. Yes. يبقى احنا هنبدا الكورس بتاعنا نص سبتمبر ان شاء الله. لكن اللي هياخد في نوفمبر هنبدا 4 يوليو، 4 الشهر الجاي يوم الاحد 4 يوليو. اوكي ذس از ماي نمبر. سند مي اون واتساب. هبعت لكم لينك الواتساب جروب بتاعي لو انتوا عايزين تدخلوا. يعني ايفن اف يو ار نوت تيكينج تيوشن معايا، اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه بيبعت السؤال وانا او اي ستودنتس تانيين يعني موجودين اخدوا الماده قبل كده او لسه بياخدوها. وي اول هيلب ايتش اذر يعني. طيب قولوا لي تحبوا نشرح درس ايه دلوقتي. مش عايزه افرض عليكم حاجه معينه، قولوا لي anything that you're interested in. ايه اكتر درس معقدكم في الفيزيكس؟ الناس اللي اخدوا فيزيكس قبل كده ومش طايقينها. على فكره الفيزيكس مظلومه جدا. يعني المفروض الفيزيكس احنا لما بندرسها ندرس كونسبتس. يعني انا مش بديك حاجه معينه ابلكيشن معينه انت تحفظها زي ما هي. المفروض ان انت بتاخد المفهوم العام الجنرال كونسبت. تحت الكونسبت ده بيبقى عندنا ابلكيشنز. انا بديك ابلكيشن 2 3 4 مهما اديتك ابلكيشنز انت في الاخر ممكن تدخل الامتحان تلاقي واحده انت ما شفتهاش قبل كده، بس انت من قرايتك للسؤال هو هيبقى مديك هنتس ان انت تفهم هتربط ده بويتش كونسبت ذات يو ستاديد. فخلاص كده يبقى عقده السؤال اتحلت. لكن انا لو واخد الفيزيكس على انه انا بحفظ حاجات معينه وبدخل ادلقها في الامتحان، لا يو ويل نيفر بي سكسسفول بالطريقه دي. يعني مش هتعرف تحل. اوكي electromagnetism is complicated for you. طيب how many laws rules يعني ما عدتهمش قبل كده يا هاني؟ هاني بيسالني في كام قانون في الفيزيكس. انا ما عدتهمش قبل كده ما اعرفش. بس احنا عامه يعني لما بنحفظ القوانين بنحفظها بطريقه ان احنا we understand them so we can derive them. يعني انا بالunderstanding بتاعي اقدر اطلع عن القانون لو انا نسيت. وافرض مخي اتكهرب في الامتحان والحفظ لم يسعفني، خلاص المفروض الاندرستاندينج بتاعي يساعدني. بلس ان احنا عندنا الليست اوف فورمولي في اول الامتحان تحت الكفر بيج على طول في امتحان الفيزيكس بيبقى عندنا في ليست اوف رولز. الليست اوف رولز دي مكتوب فيها كذا رول من اللي علينا في السيلبس، مش كلهم يعني في كامبريدج مش كله بيبقى مكتوب. كل واحد فيكم واحنا ماشيين انتوا طبعا هتلاقوا ماتيريال كتيره جدا على التليجرام وعلى الواتساب وكده وعلى الفيسبوك. مدرسين عاملين صفحتين كده ولا حاجه فيهم كل القوانين بتاعه المنهج. I don't like this. انا بحب كل واحد فيكم هو النهارده اخد الحصه في المدرسه او في الدرس او وات ايفر يروح كاتب القانونين اللي هو درسهم واليونتس. اوكي طيب حد تاني الحصه الجايه اخد قانون كمان يروح كاتبه، الحصه اللي وراها اخد اربع قوانين يروح كاتبهم. By the end of your syllabus هيبقى انت عندك your own list of formula اللي انت كاتبه بايدك. فاللوز دي هتبقى كده photographic memory. يعني خلاص انت لما تيجي يطلب منك في اي سؤال اي equation انت الصفحه دي هتظهر قدام عينك على طول، انت اللي كاتبها بايدك. فيو ويل نيفر فورجيت. حتى ايفن يعني انا مش عاملاها سهله جدا، ممكن اعملها يعني في 10 دقائق بس. انا اي دونت لايك ذس. احب ان انتوا تعملوها عشان ما تنسوهاش ابدا. طيب ناخد تيجوا نشرح الكتريستي اند ماجنتيزم. مش عارفه تبقى صعبه عليكم من الاول كده، خلينا نشوف واي نوت. خليني بس let me open the notes. حد عنده أي preference لأي جزء تاني في المنهج نشرحه دلوقتي؟ I will go through electricity and magnetism.
دلوقتي يعني عمر احنا في الكورس بتاعنا هنبدا بالجنرال فيزيكس. انا بقول دلوقتي قدامنا مثلا معانا شويه وقت دلوقتي, فممكن سالتكم على درس يعني تحب نشرحه. What do you prefer? هيا شباب. I didn't get except two responses. عايز general physics؟ طيب مش هزعلكم انتوا الاثنين, ممكن نشرح حته كده ونشوف الوقت نكمل. اوكي طيب بص معايا, let me introduce الاول عشان الالكتروماجنتيزم. مين اللي قال الالكتروماجنتيزم؟ فش انت هترد عليا بقى. خلينا نشوف مين قال الالكتروماجنتيزم. محمد ايه, محمد اسامة ولا محمد ايه, محمد عصام. اوكي يا محمد. طيب اوكي طيب بصوا معايا, احنا التوبيك ده معقد ناس كتير قوي صح, يمكن عشان مش متشاف, مش بتحسوا ان الحاجات تانجبل كده يعني ماسكينها في ايديكم, ف مش بتتخيلوه قوي maybe يعني. ده الفيدباك اللي بسمعه عامة عن الناس اللي مش بتحب الفيزيكس. طيب خلينا نقول ده انا بالنسبة لي في الشغل ده تالت يونت انا بشرح. اوكي بعد الجنرال فيزيكس والثيرمال الكتريستي اند ماجنتيزم. اليونت ده اكتشلي هو متقسم لإيه؟ متقسم لتو بارتس. ده كأنه يونت يعني, مثلا في ايدكسل ده بيبقى يونت لوحده وده يونت لوحده, وكامبريدج هو merged كده الاثنين مع بعض وعملهم يونت واحد. طيب الالكتريسيتي برضو نفسها مقسومه جزئين, اول جزء اللي هو الستاتيك الكتريسيتي او الالكتريك تشارج, والجزء اللي وراه اللي هو الكرنت الكتريسيتي. الستاتيك الكتريسيتي ليه لو مسكت قلم وقعدت اعمله رابينج اجينست ماي هير وبعدين قربته من بالونه ليه هيعملها اتراكشن, او السمول بيسز اوف بيبر ليه هيعمل لهم اتراكشن. اتكلم عن الستاتيك الكتريسيتي, الهازردز بتاعتها, اليوزز بتاعتها, يعني الكتريك فيلد اند سو اون. الجزء الثاني عندي شويه ابلكيشنز اند سو اون. الجزء الثاني بقى الكرنت الكتريستي, يعني ايه الكتريك كرنت, يعني ايه الكترونز بتتحرك, يعني ايه كرنت ميتر, يعني ايه فولتج الفولت ميتر, يعني ايه الكتريكال ريزيستنس, يعني ايه الاومز, بارلل اند سيريس سيركتس, الكلام ده كله. خلاص ده احنا مش هنقوله دلوقتي, وأومز لو طبعا والجرافس اللي مزعلاكو, كل ده is all about understanding. الالكتريسيتي ما بتتحفظش زي ما هي, الالكتريسيتي لازم تتفهم كلمة كلمة. اوكي طيب بعد ما بنخلص جزء الالكتريسيتي بناخد بعد كده الماجنتيزم. اوكي انتوا عارفين يعني ايه magnets, right or wrong? We've studied this in year 6, in year 7, 8, and 9. يعني ايه magnet؟ كل magnet في الدنيا عنده north and south pole, right? يعني ايه north and south pole يا شباب؟ طبعا انا نسيت اقول لكم ان احنا في الحصص بتاعتنا ان شاء الله بنفتح الفيديو. اوكي؟ فاللي نايم بقى, اللي سرحان, اللي نازل تحت الديسك والحاجات دي, يعني كل ده بيبقى ايه؟ بيبقى live. فبنفتح الكاميرا عشان اقدر اشوفكم, عشان اعرفكم, عشان اتعود مين بيفصل مني مين بيسرح مني, الكلام ده كله عشان الناس تعرف الليرنينج ستايل بتاع كل واحد فيكم والاتيتيود بتاعه وقت الحصه. بعد كده يعني ممكن بعض الاوقات ما نحتاجش نفتحها, بس يعني غالبا الفتره الاولانيه دي كلها اتس اوبليجاتوري ان احنا كلنا نفتحها. الا عنده اكسكيوز في وقت معين او حاجه زي كده ممكن يبعت لي يقول لي مثلا النهارده يعني بره اصل قاعد جنبي ناس وات ايفر يعني. خلاص بس ما ينفعش ده يبقى يعني الجنرال ترند اللي في حد بيحضر معانا ما بيفتحش الفيديو. اوكي وانا ببقى معاكم على الواتساب يعني وقت ما انتوا عايزين يبعتوا لي برايفت, ممكن اتاخر عليكم شويه في الرد ابعتوا لي تاني برد عليكم. اوكي طيب احنا عارفين الماجنت يعني ايه ماجنت. دي ماتيريال معموله من ماجنتيك ماتيريال that can exert a magnetic force. يعني ايه it can exert a magnetic force؟ يعني لو جه ماجنت تاني جنبه زي كده يعملوا repulsion لبعض. The force, because a force is a push or a pull يا ادم صح؟ So
لو جبت north وجنبه south they attract each other so هو كده عمل له pulling يبقى that's a magnetic force. المagnetic field هي ايه بقى؟ المagnetic field is the region around this magnet where this magnetic force exists. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي magnet هنا وعندي magnet بعيد في اخر الأوضة كده هل هما هيحسوا ببعض؟ يعني الماجنت ده يحس بالماجنت البعيد ده؟ No, they will never يعني feel انه الإفكت بتاع كل واحد فيهم محدش فيهم هيحس بالتأثير بتاع التاني عليه. ليه؟ Because their magnetic fields are not overlapping. الماجنتيك فيلز بتاعتهم بعيدة عن بعض. ده عنده ماجنتيك فيلد هي الريجن اللي حواليه وده عنده ماجنتيك فيلد حتى مهما لو كانت كبيرة حتى أوكي؟ هي فين الماجنتيك فيلد حتى لو كانت كبيرة شوية برضو هي في الاخر ما وصلتش للماجنتيك فيلد بتاعت الماجنت التاني سو هما مش حاسين ببعض لكن انا لو قربتهم من بعض such that their magnetic fields are overlapping وقتها بقى هنقول الرول اللي انتوا عارفينها انه similar poles repel and opposite poles attract مظبوط طيب دي شكل الماجنتيك فيلد اللي حوالين البار ماجنت الماجنتيك فيلد نتعلم ان هي بتبقى طالعه من النورث بول رايحه للساوث بول تمام وده شكلها طبعا انا يعني بس سكيبنج الكلام بسرعه عشان عايز اوصل للالكترو ماجنتيزم اوكي طيب وده ودول تو اكسبيرمنتس علشان نقدر نقرر شكل الفيلد ومش بس شكلها الدايركشن بتاعتها كمان عشان نقدر نحط الارو ففي عندنا تو ميثودز ايرون فيلينجز ميثود اند بلوتينج كومباس ميثود طيب ودول لو انا قربت التو ماجنتس من بعض شكل الماجنتيك فيلد هتبقى عامله ازاي خلاص كل ده وي ويل سكيب 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 لغايه لما نروح للماجنتيك ايفكت اوف ا كرنت اللي هو ده بدايه درس الالكتروماجنتيزم الدرس ده بينتهي بينا بعد كده نحن بناخد الموتور بعد كده بناخد الجنريتور بعد كده بناخد الترانسفورمر خلاص ويبقى المفروض يعني ده اخر حاجه طيب يعني ايه بقى magnetic effect of a current احنا هنتعلم مع بعض في اليونت ده ان انا لو عندي electricity لو عندي electricity هيبقى عندي magnetism ولو عندي magnetism هيبقى عندي electricity برضو بس طبعا في conditions معينة that should be met عشان يبقى الelectricity تديني magnetism والmagnetism تديني electricity وهو ده اللي هيخلينا نعمل من سلك متوصل ببطارية بطريقة معينة موجود جوه ماجنتيك فيلد ان هو يلف ويبقى موتور او سلك موجود جوه ماجنتيك فيلد بس مش متوصل ببطارية بس انا الفه يديني كهرباء اللي هو الجنريتور او كويل فيه كهرباء لينكت بحاجة فيها ماجنتيك فيلد الكويل تاني ما فيهوش كهرباء مش متوصل ببطارية في الاخر الاقي الكويل التاني ده طلع فيه كهرباء اللي هو الترانسفورمر اوكي سو الجزء ده هو ابلكيشن بقى يعني ايه انه الكهرباء ايه علاقتها بالماجنتيزم الكهرباء يعني الكترونز فلوينج ثرو ا كوندكتور يعني ايه السلك اللي ماشي فيه كهرباء هو يعني ايه يا جماعه سلك ماشي فيه كهرباء يعني ايه وات داز ذس مين الالكتريك كارنت طبعا ده كانت في الجزء الاولاني بتاع اليونت يعني ايه انتوا عارفين من الكيمستري وات از ذا ديفينيشن اوف الكتريكال كوندكتورز ايه الديفينيشن بتاعهم زي الميتلز What is the definition from chemistry? It is a material that allows the flow of electric charge or allows the flow of electrons. صح؟ يعني في بعض الelements عندهم ال one أو ال two electrons اللي في outer shell they can free to move. So لو أنا عندي حتة سلك كده ودول ال copper wire ودول ال atoms بتوع ال copper كل واحد من ال copper ده عنده two electrons في outer shell. These two electrons are free to move. بس they are free to move واحدة تبقى طالعة واحدة تبقى نازلة واحدة رايحة يمين واحدة رايحة شمال سو في الاخر كأنه مفيش حاجة بتتحرك. لو انا حطيت potential هنتعلم برضو يعني ايه potential مع بعض بس يعني دلوقتي ممكن نعرفها انه positive ونيجاتيف terminal هلاقي الالكترونز بيتحركوا they are repelled من النيجاتيف side and attracted towards the positive side. هلاقي الالكترونز بيتحركوا كده. خلاص؟ سو هو ده الالكتريك current. طيب لو انا بقى عندي الالكتريك كارنت ده انه الالكترونز واخدين في وشهم كده وماشيين في اتجاه معين اتجاه الالكتريك كارنت جوه السلك بيبقى كده ده البوزيتيف تيرمينال بتاع الباتري وده النيجاتيف تيرمينال يبقى هنا كده ده النيجاتيف وده البوزيتيف
خلاص الكرنت اتجاهه كده، ده اتجاه الالكتريك كرنت اوت من البوزيتيف باك انتو ذا نيجاتيف. الكتريك كرنت مش الفلو اوف الكترون، عشان في فرق بين الاثنين، ده برضو هنتعلمه في اول حصه في الالكتريسيتي. طيب دلوقتي انا عندي كهرباء، ايه اللي جاب الكومبس بالماجنتيك بالايرن فيلينجز دول؟ بنجامين فرانكلين وهو بيشتغل في اللاب، because he's a scientist، يعني الراجل قاعد بيشتغل وبيجرب، كان بيشتغل شغل الكتريسيتي عادي جدا، بيعمل الكتريك سيركتس وشغل بيوصل حاجات وبتاعه كده. فكان في كومبس كانت محطوطه على الترابيزه، المفروض لو انا عندي كومبس بوصله محطوطه على الترابيزه، المفروض البوصله دي بتشاور فين في العادي؟ يعني لما ببقى ماسك بوصله في ايدي المفروض بتشاور فين؟ المفروض التيب بتاع البوينتر بيشاور ناحيه النورث بول بتاع الايرث، صح؟ والباك او التيل بتاع البوينتر ده المفروض بيشاور ناحيه الساوث بول بتاع الارض، صح كده؟ طب لو انا جبت مغناطيس وحطيته كده، لا، البوصله دي هتنسى خالص الماجنتيك فيلد بتاع الارض وهتركز مع الماجنت ده. ليه؟ لانه الماجنتيك فيلد بتاعته اللي هي حاسه بيها اقوى من بتاعه الارض دلوقتي بالنسبه لها. فلو ده نورث بول هنلاقي الكومبس لفت كده، تجيب الساوث ناحيه النورث وتودي النورث الناحيه الثانيه، لان هي جوه الماجنتيك فيلد بتاعه المغناطيس ده. طيب نرجع تاني لبنجامين فرانكلين، هو كان قاعد بيشتغل عادي جدا شغل الالكتريستي، وكان حاطط كومبس جنبه على الترابيزه، لقى ايه بقى يا محمد؟ لقى انه لما قفل السويتش والكهرباء اتحركت جوه السلك، لقى البوصله شاورت لمكان تاني غير النورث والساوث بتوع الارض، يمكن حاجه هزتها، فراح فاتح السويتش لقاها رجعت تاني بصت ناحيه النورث بتاع الارض. يعني فلنفرض ان هي الكومبس اللي كانت محطوطه هنا دي كانت المفروض مشاوره كده، ده الشمال بتاع الارض وده الجنوب بتاع الارض، فهي كانت مشاوره كده. هو لما قفل السويتش يعني في الكتريك كارنت ماشي جوه السلك، لقى الكومبس لفت بالوضع ده. طب فتح السويتش خلاص there is no electricity، لقاها رجعت تاني كده. طب قفل السويتش في الكتريك كارنت، لقاها رجعت كده، يبقى مش صدفه، يبقى ما اتحركتش لوحدها ولا حاجه. طب عفاريت؟ لا، امال ايه اللي حركها كده؟ قال لك هي طالما اتحركت يبقى اكيد الكومبس دي حاسه بماجنتيك فيلد دلوقتي قريب منها او هي جواه غير الماجنتيك فيلد بتاع الارض. طب بس انا ما عنديش ماجنت على الترابيزه. من هنا جت الفكره انه لو في كارنت يبقى اكيد في ماجنتيك فيلد. طيب عمل ايه؟ انا عايز دلوقتي اعرف شكل الماجنتيك فيلد دي ايه. احنا قلنا في اكسبيرمنت من شويه كده، قلت لكم في اكسبيرمنت بتعرفني شكل الماجنتيك فيلد. خلاص انا اجيب ورقه وارش ايرن فيلينجز على الورقه دي واخبط عليها كده جنتلي بايديا على الورقه واشوف الايرن فيلينجز هيترتبوا ازاي. فهو عمل كده فعلا، لما فتح السويتش يعني لما ما كانش فيه كهرباء، السويتش كان مفتوح there is no electricity، لقى ايه؟ لقى انه الايرن فيلينجز متلخبطين على الورقه، متلخبطين مش مترتبين في ترتيبه معينه عادي. أول ما قفل السويتش خلاص and he connected the circuit and there is electric current flowing، لقى الآيرن فيلينجز اترتبوا بالمنظر ده. المنظر ده اسمه إيه؟ اسمه concentric circles. يعني إيه concentric circles؟ يعني circles مش spiral كده، لا، circles طالعين من نفس السنتر. هو إيه السنتر؟ السنتر هو السلك اللي ماشي فيه الكهرباء. يبقى الماجنتيك فيلد دي جت منين؟ ماجنتيك فيلد دي كان ايه سببها؟ The electric current. When there is an electric current there is magnetic field. When there is no electric current there is no magnetic field. طيب احنا عرفنا شكل الماجنتيك فيلد بالايرن فيلينجز، طب عايزين نعرف الدايركشن. اللي بيدينا الدايركشن هي الكومبس، فخلاص حط الكومبس لانها مشاوره كده، غير الكامبس حطها هنا لقاها مشاوره كده، حطها هنا لقاها مشاوره كده، حطها هنا لقاها مشاوره كده. الحركه دي الدايركشن دي كلوك وايز اور انتي كلوك وايز يا شباب؟ This is انتي كلوك وايز، مظبوط؟ طيب
قال لك طب انا هغير polarity الباتري، يعني هقلب البطارية. يس ايفون واتس يور نيم، هغير polarity البطارية، هخليها، عارفين لما نجيب البطارية، البطارية عاملة كده، ده النيجاتيف تيرمينال ده البوزيتيف تيرمينال، هقلبها هوصلها بالعكس، فهخلي البوزيتيف تيرمينال هو اللي هنا والنيجاتيف هو اللي هنا، سو هتبقى كده، ده البوزيتيف وده هنا النيجاتيف. يعني الكارنت هيجرى له ايه؟ الكارنت اللي ماشي جوه السيركت دي هيتعكس، هيبقى كده. هل في اي تغيير على الماجنتيك فيلد؟ لا، انه لسه نفس الشكل، يعني برضو عمل سبرينكلينج للايرن فيلينجز and he tapped on the paper. لا برضو ترتبوا نفس الكونسنتريك سيركلز، بس لما جه حط الكامبس لقى ان الكامبس شاورت في الاتجاه العكس. ايه الاتجاه العكس ده؟ ان هي شاورت كده، which is تعتبر ايه؟ clockwise direction. يبقى حاول يجمع الحكاية دي في شورت كات، يعني يزبطها كده، انه if the current is going into the page. ما انا ما شرحتش يا عمر اصلا يعني ايه magnetic field. المagnetic field انا عدتها بسرعة كده في الاول، اللي هي the region around a magnet where the magnetic force exists. يعني مثلا لما اقول لك يا عمر انت دلوقتي بتقدر تعمل ايه يا عمر؟ بتقدر تضرب، صح؟ مش ده الفورس بتاعك؟ انت بتقدر تضرب. طب فين الفيلد بتاعتك اللي فيها الباور بتاعتك؟ هتقول لي يا مس انت تقدر مثلا يا عمر تضرب واحد وانت واقف مكانك بعيد عنك 10 متر، ولا لازم الواحد ده يكون قدامك، يعني اتليست يعني مش اطول من طول دراعك مثلا او رجلك لو انت هتضربه، صح؟ This is your field of action. Yes, لازم يكون جوه الفيلد بتاعتك، جوه الاري where your force exists. هي دي بقى الفيلد بتاعت اي حاجه. يعني لو عندي electric charge، positive charge، positive ion يعني او negative ion، فين الالكتريك فيلد اللي حواليه؟ هي الريجن اللي حواليه اللي فيها الالكتريك فورس، where it exists. طب لو magnet، الماجنتيك فيلد هي الريجن اللي حوالين الماجنت اللي الماجنت بيقدر يكزرت فيها الماجنتيك باور، الماجنتيك فورس بتاعه، يعني يقدر يشد مسمار حديد، يقدر يعمل اتراكشن او ريبولشن للسيميلر او اوبوزيت بول بتاع ماجنت تاني. لكن لو المسمار الحديد او الماجنت التاني بره الماجنتيك فيلد دي، مش هيقدر خالص ياثر عليهم اصلا، ولا هيحسوا بالماجنتيك فورس بتاعه. يبقى هي يعني انا قوي جدا، انا جامد جدا، اقدر اضرب. طب في حد في اخر الشارع يعني هو حاسس بالباور بتاعي خالص؟ اوكي. طيب الماجنتيك فيلد وي ريبريزنتد، الماجنتيك فيلد على فكره للناس يعني اللي اخذت بس اول لسن في الفيزيكس، عارفين يعني ايه سكيلر اند فيكتور كوانتيتيز. الماجنتيك فيلد از ا فيكتور كوانتيتي، يعني كان بي ريبريزنتد باي لاينز، واللاينز دي عليها ارو عشان يورينا الدايركشن، تمام؟ فانا الماجنتيك فيلد هي لاينز اوف فورس، lines of force vectors. الفيكتور ده ممكن يبقى straight line، ممكن يبقى curved line، يعني بس المهم عليه arrow عشان يوريني direction. فهو ده اللي احنا عملناه هنا يا عمر، ان احنا حاولنا نجيب الماجنتيك فيلد اللي حوالين السلك ده شكلها ايه. شكلها عرفناه لما رشينا الايرن فيلينجز زي الفلفل الاسود كده، رشيناهم على الورقه علشان نشوف شكلها ايه. طلع شكلها شايف الايرن فيلينجز اللي هما زي الفلفل الاسود دول، هما دول اللي واقعين على الورقه لما انا رشيتهم، فادتني شكل الفيلد كونسنتريك سيركلز. طب الدايركشن، ما احنا قلنا انها فيكتور كوانتيتي يعني ليها دايركشن. الدايركشن ازاي بقى؟ الفورس يا بوش يا بول، الارو يا رايح يا جاي عليا. سو عرفنا انه لما حطينا الكامبس عرفنا انه والله لو الكرنت از اوت اوف ذا بيبر الفيلد هتبقى كده انتي كلوك وايز. وعرفنا ان انا لما عكست البولاريتي بتاعت الباتري الكارنت بقى انتو ذا بيبر، فلقينا الفيلد اتقلبت كده. طب احنا نحفظها ازاي بقى؟ يعني نقعد نحفظ نقول لو الكارنت از انتو ذا بيبر تبقى كلوك وايز، ولو الكارنت اوت اوف ذا بيبر تبقى انتي كلوك وايز. صعب قوي وهتلخبط انا في الاخر ومش هفتكر حاجه وهعك الدنيا. فعلشان كده عملوا الرايت هاند جريب رول. ايه رايت هاند جريب رول؟ هي دي رايت هاند جريب رول.
right hand grip rule دي مجرد تأييفة كده، يعني حاجة ألفناها علشان نحط عليها الرول بدل ما نحفظها بالكلام. وفي بعد كده عندنا فلامينج ليفت هاند رول وفلامينج رايت هاند رول، كل دي زي شورت كاتس عشان تساعدني بدل ما اقعد احفظ الرولز بالكلام احفظها بايديا. فديس ويل ميك ات ايزير. تمام. طيب ايه الرايت هاند جريب رول دي؟ لازم استخدم ايديا اليمين طبعا في الكلاسز اللي بشرح فيها الكلام ده، لازم تبقوا فاتحين الكاميرا عشان لازم اشوف ايديكم بتعملوا ايه بالظبط، عشان انا ممكن اقعد طول الحصه اقول يا جماعه بنستخدم ايدينا اليمين وفي الاخر اتفاجئ ان في حد ما يعرفش اليمين من الشمال وبيستخدم ايده الشمال، بتحصل عادي جدا، فلازم تبقوا فاتحين الفيديو. اوكي. طيب هو بيقول لي ان صباعي الكبير ده ماي ثم ويل بي بوينتنج ان ذا كرنت دايركشن. سو لو الكرنت طالع out أو upward زي اللي كان في الرسمة دي، يبقى زي اللي هنا ده، ده كان إيه؟ ده كان على الرسمة الأصلانية دي كان طالع لفوق up، يبقى أنا هشاور بصباعي كده، الثمب بتاعي my thumb will be pointing up زي علامة اللايك. طيب وأربع صوابعي التانيين بإيديا اليمين هلاقي أوتوماتيك الأربع صوابع بتوعي لفين كده، لفين كده دي حط على ضوافرك الارو كانه ضوافرك دي بتبوينت الدايركشن بتاعت الارو، يبقى if the current is going up what is the direction of the field clockwise or anti clockwise. ما بنقولش to the right او to the left. لو الحاجه بتلف يا جماعه بنقول يا اما clockwise يا اما anti clockwise، لكن ما بنقولش to the right او to the left. to the right او to the left ده لما يكون straight line. اوكي. يبقى هنا الفيلد ازاي؟ If the current is going up, my four fingers, my thumb will be the current direction. My four fingers will show the field, whether clockwise or anti-clockwise. هنا ظهر لنا أهو إنه طالما the current is up, the current, so the field will be anti-clockwise. طيب, if the current is, yes, يا محمد, if the current is down, نقلب بقى بايدينا زي علامه الديسلايك. اقلب ايدك، ايدك اليمين برضو لازم بايدك اليمين، اقلب ايدك اليمين لتحت هتلاقي الاربع صوابع بتوعك بيلفوا كده. So if the current is down the field will be clockwise. ده امتى الكلام ده؟ امتى الكلام ده؟ لو السلك مفروض، شايفين هو ماسك بايده ايه؟ ماسك بايده السلك اللي ماشي فيه الكهرباء. يبقى احنا اتعلمنا ايه من الجزء ده يا جماعه؟ What did we learn لحد دلوقتي؟ We learned about magnets حواليهم magnetic field. طب لو في سلك، لو السلك ده ما فيهوش current مش هيبقى فيه magnetic field. طب لو السلك ده ماشي فيه كهربا فعلا، if there is an electric current flowing through the wire, through the conductor, through السلك ده، يبقى there is دلوقتي magnetic effect، في magnetic field around this wire. شكلها ايه؟ concentric circles. طب يجيب لي في الامتحان السؤال على الحته دي شكله ايه؟ ممكن يجيب لك مربع ويقول لك انت عندك في السنتر بتاع المربع ده، ده السلك، والسلك ده فيه current into the page into the paper، يبقى current is into the paper، ال I دي اللي هي electric current. يبقى الفيلد ازاي؟ draw the magnetic field ويبقى السؤال عليه 3 marks. ازاي ياخد التلات درجات؟ حد يقول لي الاول اتجاه بالرايت هاند جريب رول اللي اتعلمناها دلوقتي، يقول لي اتجاه الماجنتيك فيلد ايه؟ طب قبل ما نقول اتجاهها، هي شكلها ايه؟ مش هو قال لي انه ده straight wire carrying a current into the paper جوه ورقه الامتحان او جوه السكرين زي ما انتم شايفين دلوقتي؟ يبقى شكل الفيلد ايه؟ شكلها كده. ممكن ده برضو يبقى في بيبر 1 بس طبعا هيبقى عليه درجه واحده. هل شكل الفيلد كده ولا شكلها كده؟ شكلها ايه يا شباب؟ قلنا كلمتين بيوصفوها، concentric circles يعني circles طالعين من نفس السنتر، صح؟ ناس نايمه ولا ايه؟ concentric circles. طيب الconcentric circles دول ارسمهم ازاي؟ عشان ارسم الconcentric circles لازم استخدم كومبس، مش هينفع بايدينا. خلاص؟ يبقى انا عشان ارسم الconcentric circles دول لازم لحظه
اديني لحظة يا بي. طيب عشان ارسم الكونسنتريك سيركلز دول لازم اعملهم بايه؟ بالكمبس. لازم، ما ينفعش ارسم بايديا خالص، هرسم الكونسنتريك سيركلز بالبرجل. اوكي طيب، فهرسم اول واحده، اول كونسنتريك سيركل بالبرجل، تاني واحده رسمتها كده، ثالث واحده رسمتها كده، رابع واحده رسمتها كده. طيب وبعدين احنا قلنا انه الفيلد هتبقى ايه؟ لو الكرنت انتو ذا بيبر هتبقى الفيلد كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز يا شباب؟ لو الفيلد هتبقى كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ لو الكرنت انتو ذا بيبر يس هتبقى كلوك وايز، فهحط الارو كده. لو انا راسم السيركلز دي بالكمبس بيرفكت سيركلز، يعني مش زي العك اللي انا رسمه ده، بيرفكت سيركلز بالكمبس، وحطيت الارو صح، ارو واحد يعني صح كده، خدت درجتين من الثلاثه. فين الدرجه الثالثه بقى؟ ليه ما خدتهاش الدرجه الثالثه؟ حد عارف؟ حد عارف ليه ما خدناش الدرجه الثالثه؟ لا الدايركشن بتاعت الكرنت هي انتو ذا بيبر، انا مش بوريها، هو قايل لي ان الدايركشن بتاعت الكرنت جوه الورقه، مش هقدر اوريها لانه ما فيش عندي سلك ستريت يا محمد. لكن في حاجه غلط في الرسمه اللي انا رسمتها، يعني على افتراض ان هم سيركلز بيرفكت، انا عامله السبيسز ما بين كل سيركل والتانيه، اخبارهم ايه؟ انا عامله، قلنا السؤال عليه ثلاث درجات، انا عامله المسافات ما بين كل دايره والتانيه قد ايه؟ انا عاملاهم ايكوالي سبيسد. لكن احنا لما ندرس يعني ايه ماجنتيك فيلد مع بعض هنعرف. بصوا معايا كده على الماجنتيك فيلد بتاعت اي ماجنت، المفروض انه الماجنتيك فيلد بتاعت اي ماجنت هي فيكتور كوانتيتي، الخطوط دي المفروض المسافات ما بينها مش بتصغر ولا قد بعض، المسافات ما بينهم بتكبر، يعني المسافه ما بين اول لاين وتاني لاين اصغر من المسافه ما بين اللاين التاني والتالت، ما بين التالت والرابع، المسافات المفروض ان هي بتوسع. ليه بتوسع؟ لان احنا قلنا انه الماجنتيك فيلد از فيكتور كوانتيتي، بتلاقوا الكلام ده مكتوب بس معلش ادوني لحظه بس لاتني يعني ستوب ذا سكرين شير لحظه عشان هو اوكي طيب ايه الغلطه هنا في الرسمه؟ الماجنتيك فيلد بتاعت اي ماجنت في الدنيا، اي حاجه عندها ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد دي از فيكتور كوانتيتي، الكلام ده مكتوب في النوتس فوق. الماجنتيك فيلد فيكتور كوانتيتي بتوريني شكل الفلكس لاينز دول اللي هم الخطوط، بيوروني شكل الفيلد وبيوروني اتجاه الفيلد، وده بيوريهوني الارو، وكمان بيوروني السترينث بتاع الفيلد. كل ما اكون قريب من الماجنت هلاقي اللاينز اوف ذا فيلد اخبارهم ايه؟ هلاقيهم زي هنا، كل ما بقريب من الماجنت الاقي اللاينز كتير قريبين من بعض، كل ما ابعد عن الماجنت الاقي اللاينز بيبعدوا عن بعض، ده معناها انها ويك، ذا فيلد جيتس ويكر. That's why الماجنتيك فيلد از ا فيكتور كوانتيتي، هي بتوريني السترينث الدايركشن والشيب through the magnetic flux lines. يعني البولز هم اقوى حاجه في الماجنت، وعشان كده
الفلكس لاينز اللي بيبقوا عند البولز دايما عددهم اكتر من الفلكس لاينز اللي في اي حته ثانيه، لان كل ما العدد يكبر معناها ان اللاينز بقوا قريبين من بعض قوي. This means stronger field. اوكي طيب نرجع تاني للسلك بتاعنا. كل ما يكون قريب من السلك اكتر كل ما ده معناه ايه؟ انه the magnetic field is stronger. so الدرجة انا قلت لكم السؤال ده بيجي مثلا ب 3 marks. درجة على انه هما concentric circles ان انا ما عملتهمش spiral كده. خلاص؟ ودرجة على ان انا حطيت الارو وده جبناه بالright hand grip rule. الدرجة الثالثة انه لازم يشوف انه ال circles are not equally spaced. بس they are getting a further from each other. يعني المسافة دي صغيرة. دي لازم تبقى أكبر، دي لازم تبقى أكبر وأكبر كده. أخد الثلاث درجات. يبقى الرسمة اللي أنا عاملها دي فيها مشكلة. كان لازم أعمل إيه؟ كان لازم مثلاً لو أنا عملت أول خطين كده كان لازم الخط الثالث يبقى كده. anyway هو ما بيبقاش عايز مني أكتر من ثلاث خطوط، ثلاثة flux lines، علشان أوريله إنه they are getting a further from each other. the field is getting weaker. يبقى أنا رسمت perfect circles بالcompass درجة، حطيت الarrow درجة بالright hand grip rule، وكمان عملتهم بعيد عن بعض. كل ما ببعد عن السلك يبقى I'm showing that the field is getting weaker. دي الدرجة الثالثة. طيب لو سألتكم بقى، هو أصلاً الماجنتيك فيلد دي كانت موجودة ليه؟ إيه السبب في وجودها؟ هل أنا عندي مغناطيس فعلاً؟ هل عندي مثلاً steel magnet؟ ايه اللي عمل الماجنتيك فيلد هنا؟ the presence of what of the electric current. مظبوط. طيب الناس بقى اللي كانت مركزه معايا، لو انا فكرت اخلي الماجنتيك فيلد دي stronger، any ideas؟ يعني انا عايزه الفيلد دي يبقى شكلها كده، يبقى فيها لاينز اكتر وتبقى كمان اكبر، يعني عايزاها تبقى اكبر. ازاي اخلي الفيلد دي سترونجر بالمنظر ده؟ ايه التغيير اللي انا ممكن اعمله في السيركت؟ increase the current. perfect يا محمد. ممكن نخلي المسجز بتاعتنا to everyone عشان الباقي يشوفها. yes عشان انتوا بتقولوا كلام زي الفل. yes ازوق. مش انت اصلا قلتي انه اللي عمل الماجنتيك فيلد is the presence of the electric current، وكنا بنقفل السويتش الفيلد بتبقى موجوده، بنفتح السويتش الفيلد ما تبقاش موجودة. يبقى أنا لو عايز أزود وأقوي الماجنتيك فيلد increase the current. yes يا باسل. yes increase the current. decrease the resistance. بس أنا هنا ما عنديش حاجة غيرها، يعني ما فيش عندي resistor مثلا. number of coils. ما عنديش لسه coil. yes بس احنا لسه ما وصلناش. ممكن بقى أعمل إيه؟ أزود السلك نفسه، يعني السلك نفسه بدل ما وديه للبطارية ممكن أعمل إيه؟ أروح داخل جوه الورقة تاني، فبقى عندي سلكين، وأروح لافف تاني من بره الورقة وأروح داخل كمان مرة، وأروح لافف من بره الورقة وداخل كمان مرة، وبعدين أروح راجع البطارية. يبقى أنا كده عندي كام length of wire؟ بقى عندي أربعة، وكلهم شايلين الكارنت في نفس الاتجاه، كلهم الكارنت ماشي فيهم كده، فالفيلد اللي جوه هنا دي هتبقى السيركلز فيها أكتر. يس. ممكن ايه تاني؟ يبقى انا كده ما عملتوش كويلز. مش عارفه مين اللي كان بيقول لي كويلز، انا لسه ما وصلتش لمرحله السولينويد او الكويل، انا بس زودت اللينث بتاع الواير جوه. اوكي. ايه تاني اتقال في الشات؟ decrease the space between the electric current. يعني ايه يا عمر؟ would you elaborate more؟ ممكن نعمل ايه تاني يا شباب؟ ممكن نزود البطارية، يعني لو البطارية دي مثلا ب 3 فولتس ممكن نجيب واحدة ب 9 فولتس مثلا. يبقى انا لو زودت الفولتج كده كده هزود ايه؟ الكرنت هيزيد معايا، صح؟ طيب ده بالنسبة للماجنتيك فيلد around a straight wire. اوكي؟ decrease the space between the electric current. ما هو انا مش فاهمة يعني ايه the space between the electric current اللي هو فين يعني؟ ممكن تشاور لي عليه يعني ايه؟
يعني اعمل ايه في الدايره اللي قدامي دي بالسيركت؟ اعمل ايه؟ انت you can annotate on the screen يا عمر، شاور لي كده. طيب what do you mean؟ او ممكن تفتح المايك. انت لو تقصد اللي هو كويل يعني، وبدل ما تبقى التيرنز عامله كده، لو قصدك اكربسها قريب من بعض اكتر، يس. بس ده في حاله انا بتكلم عن كويل، لكن انا هنا بتكلم على ستريت واير. did you mean this اللي هو pack the pack more number of turns of the coil؟ yes okay. بس ده لو انا بتكلم على السولينويد، احنا ده لسه النكست ستيب. اوكي انتوا ما شاء الله عشان عندكم نوليدج يعني، فانتوا اوريدي عارفين ده، تمام. طيب لو انا بقى مسكت السلك ده اللي طالع من الورقه، ورحت واخده مدخله جوه الورقه تاني، يبقى هيبقى في حته الكرنت از جوينج اب، وحته تانية الكرنت از جوينج داون، مظبوط. وبعدين رحت واخده من تحت الورقه كده، رحت موديه للبطاريه. اللي انا عملته ده اسمه وان لوب اوف ا كويل، وان لوب، جست وان لوب، لفيته لفه واحده بس بدل ما هو ستريت. يبقى الحته اللي طالع فيها فوق هيبقى عندي كونسنتريك سيركلز رايحين فين؟ الفيلد حواليهم مالها؟ كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ هنا هيبقى انتي كلوك وايز زي الرسمه، وده هيبقى حواليه سيركلز ثانيين كلوك وايز، مظبوط. شكل الفيلد هيبقى ايه؟ دي بيجي لنا برده بيطلب مننا ان احنا نرسمها. شكل الفيلد هيبقى كده زي الرسمه دي، اوكي، زي دي. انا عندي سلك طالع لفوق الحته دي، اتعامل معاها لانها واحده لوحدها طالع لفوق، المفروض يبقى concentric circles، بس انا مش شايف دلوقتي قدامي concentric circles. يس هقول لكم ليه. طيب والحته دي السلك نازل فيها لتحت، المفروض ده برضو يبقى concentric circles. بس خدتوا بالكم دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ازاي يبقى فيه magnetic flux lines intersecting each other؟ This never happens. ودي درجه مهمه جدا في الرسومات. يعني لو جاب لي بار ماجنت وقال لي ارسمي الماجنتيك فيلد حوالين البار ماجنت، رحت انا عامل له كده وعامل له كده، بعدين رحت عامل له كده وكده وكده، غلط. فلكس لاينز شود نيفر انترسكت، اوكي. فلو السلك ده طالع وبعدين لففته من بعيد قوي ودخلته جوه الورقه، اوكي، هيبقى هنا كونسنتريك سيركلز وهنا concentric circles وهم بعاد عن بعض اصلا، تمام، مفيش مشكله كده، مفيش تغيير. لكن لو انا قربت السلك اللي طالع واللي نازل ده، قربتهم لبعض زي الرسمه دي، they will never intersect. امال ايه اللي هيحصل؟ حاجه من اتنين، يا اما they strengthen each other يا اما they oppose each other. طب على حسب ايه؟ على حسب الدايركشنز. انت عارف انه هنا الكرنت is going up، يبقى الفيلد انتي كلوك وايز، طبعا بتطبيق الرايت هاند جريب رول. لو الفيلد از انتي كلوك وايز، طب والناحيه دي؟ يبقى انا هلاقي نفسي في النص، السلك اللي جوينج داون ده هتبقى الفيلد حواليه كلوك وايز، هلاقي نفسي في النص عندي الفيلد جايه كده، الفيلد اللي رايحه مع بعض في نفس الاتجاه دي يا جماعه كده. strengthening each other ولا they are opposing each other؟ opposing لو جايين في وش بعض، يعني اتجاهاتهم عكس بعض. strengthening each other لو هم رايحين مع بعض في نفس الاتجاه. فانتوا شايفين هنا ان هم في النص جوه التيرن دي، جوه اللوب دي، جوه الحته دي من السلك، بيساعدوا بعض، بيقووا بعض ولا بيضعفوا بعض؟ what do you notice؟ ها يا شباب، بعرف منين بيقووا بعض وبيضعفوا بعض تاني؟ بعرف لما بطبق الرايت هاند جريب رول وابص على كل واحده من التيرنز دي واشوف هي يعني كل حته كلها، كل بارت من الكويل الكرنت رايح فين، واطبق الرايت هاند جريب رول. ده الكرنت جوينج اب، سو الفيلد هتبقى انتي كلوك وايز. ده الكرنت از جوينج داون، اطبق الرايت هاند جريب رول هلاقي الفيلد كلوك وايز كده. هل هم في النص، الريجن اللي في النص دي ماشيين مع بعض بيساعدوا بعض ولا they are opposing each other؟ كلمة واحدة. ها يا ولاد،
لو مش فاهمين قولوا لي مش فاهمين، ولا انتوا ساكتين you're not interested. ها yes they strengthen each other. طيب yes يا محمد they strengthen each other. طيب بما ان هم they strengthen each other yes يا ادم they are not opposing. مظبوط. علشان كده لو بصينا على الرسمه هنلاقي ان الخطوط بقت قريبه من بعض قوي، واحنا كنا لسه قايلين انه الماجنتيك فلوكس، كنا لسه قايلين يا عمر انه الماجنتيك فلوكس از فيكتور كوانتيتي. كل ما الاقي عددهم كتير وقريبين من بعض يبقى الفيلد قويه. دلوقتي يا عمر احنا عندنا الحته دي من السلك تعتبر ايه؟ الكارنت طالع لفوق لما بتطبق الرايت هاند جريب رول دي، ده الكارنت. اعملها كده بايدك اليمين، الاربع صوابع بتوعك هتلاقيهم مشاورين كده. اعملها وقول لي تمام. هاي يا عمر زي علامة اللايك، الكارنت طالع لفوق out of the paper. So الصنب بتاعك pointing upward والأربع صوابع بيلفوا ازاي؟ anti-clockwise زي الأسهم اللي أنا عاملاها دي، زي بالظبط الرسمة دي. يا عمر are you following؟ أنا بشرح لك. والناحية التانية لو الكارنت is going down يبقى هتقلب ايدك كأنك بتعمل dislike، خلي الصنب بتاعك pointing downwards. لو الصنب بتاعك pointing downwards هتلاقي صوابعك الأربع صوابع مشاورين كده. تاني يا عمر هتعمل بالright hand grip rule. It's okay no problem. هتشاور البارت دي، هنقسم عندنا الكوين ده كأنه حتتين. هناخد الجزء اللي الكارنت طالع فيه بره الصفحه، خلي ايدك شاور بيها علامه اللايك. انا عايز الصمت ده اللي بيوريني اتجاه الكارنت، والاربع صوابع اللي بيوروني اتجاه الفيلد. هشوف ضوافري مشاوره فين، يبقى هو ده الارو بتاعي. فالصمت بتاعك يبقى مشاور اب، your four fingers will be pointing زي الايد دي بالظبط انتي كلوك وايز. طيب والكرنت اللي نازل تحت into the paper هتقلب ايدك بقى عشان تخلي الصنب بتاعك pointing downwards. سو الاربع صوابع بتوعك هيشاوروا ازاي؟ clockwise زي الاروز دي. هقلب ايديا، هي نفس الايد اليمين بس هقلب ايديا لتحت كاني بعمل dislike. يبقى انا عندي السيركلز اللي في الشمال دول لو هم الكونسنتريك سيركلز مشاورين ازاي كده، والسيركلز اللي في النص اليمين دول مشاورين ازاي؟ مشاورين كده. بس بما ان انا اصلا مش عامل السلك من بعيد قوي كده فالسيركلز ما لهمش علاقه ببعض، خلاص كده ما لهمش علاقه ببعض وعاد عن بعض. ان انا مقربهم قوي، دول على نفس الورقه مقربهم جدا، طالما انا مقربهم قوي يبقى they will overlap. طالما they overlap مفيش حاجه اسمها ان انت ترسم الماجنتيك فلوكس عامله كده تقول لي ميس هم خلاص بقى هم قاطعين في بعض بالمنظر ده. This never happens. We never draw the magnetic flux lines intersecting each other. Okay؟ Okay يا عمر طيب الحمد لله. خلاص؟ So we never draw them intersecting each other. بس بما ان هم مشاورين هم كلهم في نفس الاتجاه من جوه هنا يبقى they strengthen each other. فالفيلد دي لما بنيجي نرسمها برضو يبقى عليها ثلاث درجات، بيطلب مني ان انا ارسم الفيلد حوالين الفلات سيركلر كويل شكلها ايه؟ هجيبها بالرايت هاند جريب رول برضو عشان اعرف الدايركشن، بس هعمل تغييرين على الرسمه. بدل ما تبقى كونسنتريك سيركلز هخليها اوفلز والسلك مش في النص، يعني السلك ما يبقاش في نص الاوفل كده، لا السلك هيبقى يعني جاي في جنب الاوفل شويه. ليه؟ علشان الفيلد هنا تبقى قوية وهنا تبقى أضعف. تاني حاجة لازم يشوفها في الرسمة هي الأرو. تالت حاجة بقى اللي عليها الدرجة التالتة لازم الخط الستريت لاين ده لازم يشوفه. يبقى شكل الفيلد إن هي ellipses كده أو ovals والسلك مش في النص،
دي درجة، والارو دي درجة، والخط الستريت لاين اللي في النص ده بدرجة. تمام يا شباب؟ طيب عايز اسألكوا انا بقى سؤال، هل الفيلد اللي حوالين الفلات سيركلر كويل اللي هي دي stronger ولا الفيلد اللي كانت حوالين السلك اللي هو الستريت whether into the page أو out of the page، مين فيهم stronger field؟ لما كان السلك مفرود ولا لما لفيته لفة؟ ها يا شباب، مين فيهم الفيلد أقوى، الستريت واير ولا الفلات؟ يعني على اعتبار ان هما الاثنين شايلين نفس الكارنت، على اعتبار ان هما الاثنين متوصلين بنفس الباتري، نفس الريزيستنس، نفس كل حاجة، يعني the same properties of the electric circuit، which of these حواليه stronger magnetic field؟ yes yes يا ولاء، the flat coil، yes exactly. يبقى أنا عشان أقوي الفيلد ممكن ألف اللفة، مين البنوتة، سيلفانا ولا مين اللي كانت قالت بقى في الأول إن إحنا نعمله كويلز؟ دي طريقة إن أنا إحنا كنا أخدنا الفلات واير علشان أقوي الفيلد اللي حواليه، قلنا نعمل إيه؟ قلنا نزود الفولتج بتاع الباتري، نزود الكرنت، نقلل الريزيستنس، ندخل السلك كذا مرة جوه الورقة and so on. وفي طريقة كمان إن أنا ممكن ألفه وأخليه one coil. طب تخيلوا بقى لو انا الوان كويل ده عايز ازود الفيلد بتاعته اكتر، برضو ممكن نزود الفولتج، غير الباتري، هات باتري with a higher voltage, increase the value of the current, decrease the value of the resistance and so on. او الطريقة بقى كمان، مش انت لفيته لفة، لفه كمان لفة، لفة كمان، لفة كمان، لفة كمان، اقلبه into a solenoid. شكله ايه بقى السولينويد ده؟ السولينويد ده اللي هو بالمنظر ده، يعني انت هيبقى عندك دي الباتري بوزيتيف ونيجاتيف، وهتعمل كده الكرنت طالع في السلك وانت لفيته لفة 2 3 4 5 6 10 يا ربي 20 لفة. واتس هابينج دلوقتي؟ دلوقتي انت كل ما تلف اكتر كل ما ايه اللي حصل؟ كل ما تلف عدد لفات اكتر كل ما زودت السترينث بتاع الماجنتيك فيلد. عرفت منين ان السترينث بتاع الماجنتيك فيلد زاد؟ شايفين الفلكس لاينز اخبارهم ايه دلوقتي؟ ده انا لما كان مفروض كانت الفيلد ضعيفه، لما لفيته لفه الفيلد بقت اقوى. طب تخيل لو انا لفيته لفات كتيره جدا، شكل الفيلد اتغير خالص، وبدل ما بقى كونسنتريك سيركلز، وبدل حتى ما بقى اوفلز والكلام ده كله، بقى شكله بالمنظر ده كانه ده بار ماجنت، كأن ده بار ماجنت وده النورث بول بتاعه وده الساوث بول، وشكل الفيلد كده. مش دي الفيلد بتاعت البار ماجنت؟ هو بالظبط السولينويد شكل الفيلد بتاعته بتبقى كده. وهتاخدوا بالكم من نفس التو مين بوينتس اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو مفيش ولا فلكس لاين انترسكتنج مع الفلكس لاين تاني، وكمان المسافات ما بين اللاينز اوف فيلد دي بيجرى لها ايه؟ بتكبر. طب فين اقوى مكان للفيلد دي بتاعت السولينويد؟ فين اقوى حته؟ inside the solenoid ولا on the outside؟ فين اقوى مكان للماجنتيك فيلد يا اولاد؟ inside، yes يا آدم، inside the solenoid this is the strongest field exactly. طيب بعرف منين اتجاه الفيلد؟ ما هي ميس هنا بقى مفيش clockwise وانتي clockwise لان دول اصلا مش circles. yes هما مش concentric circles، بالعكس احنا بنرسمهم زي البار ماجنت، بس بنعرف اتجاه الفيلد برضو بالright hand grip rule. بس دي وقتها اسمها الرايت هاند جريب رول فور ذا بولز نوت فور ذا ستريت واير. فهعكس المعاني، مش احنا كنا في الرول الاولانيه كنا قلنا ان الثمب بتاعي اتجاه الكرنت والاربعه فينجرز اتجاه الفيلد، صح؟ هنا هنخلي العكس، هنخلي الثمب بتاعي هو اتجاه الفيلد والاربع صوابع هم اتجاه الكرنت. فهعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي عايز ضوافري تبقى مشاوره انه الكرنت طالع كده عشان دي توصيله البطاريه، يعني البطاريه هي متوصله ده البوزيتيف وده النيجاتيف، فالكرنت ماشي كده.
طالع وبعدين لافف لورا وبعدين طالع تاني من قدامي وبعدين لافف لورا لتحت وبعدين طالع تاني لقدام من قدامي هنا طالع لفوق وبعدين لافف لورا نازل لتحت وبعدين طالع فوق هنا كده من قدامي وبعدين نازل لورا and so on. يبقى انا عايز امسكه زي هو ما ماسكه كده. هلاقي الصنب بتاعي مشاور فين؟ My thumb will be pointing to the left. يبقى left ده ايه؟ هو النورث بول. دايما الصنب بيشاور ناحية النورث بول. يبقى التاني ده ايه؟ هو الساوث. كأن مش احنا قلنا الفيلد كأنها بتاعة بار ماجنت؟ طب انا هرسمها ازاي؟ هترسمها زي بتاعة البار ماجنت بالظبط بس من غير ما يبقى عندك بار ماجنت. انت عندك سولينويد اللي هو اللونج كويل. اللي هو بدل ما هو لفة واحدة عندك لفات كتير. هو ده اللي اسمه السولينويد. فالسولينويد ده الفيلد بتاعته شكلها شبه البار ماجنت. ازاي بعرف الدايركشن؟ يعني هحط ايه على الخطوط؟ احط الارو in which direction. We know this by the right hand grip rule. يا عمر by the right hand grip rule بإيدي اليمين بس بعكس معاني صوابعي. كانت في الرول بتاعت السلك المفروض كان الصنب بتاعي بيبقى pointing في اتجاه الكارنت والاربع صوابع pointing في اتجاه الفيلد. يقولوا لي الفيلد clockwise ولا انتي clockwise؟ هنا العكس. هيبقى الصباع الكبير اللي هو الصنب pointing for the field direction and my four fingers pointing for the current direction the solenoid. فانت هيبقى هو قايل لك اتجاه البطارية فانت خلاص عرفت اتجاه الكارنت. So you know this. انت محتاج تعرف ايه؟ محتاج تعرف عايز تحط الارو على الفلكس لاين هتحطه كده ولا هتحطه كده. محتاج تعرف فين النورث وفين الساوث. احنا عارفين يا عمر من اول اليونت بس طبعا يعني ما انا مركزتش في الشرح في الحته دي النهارده بس احنا دخلنا على الالكتروماجنتيزم على طول. الفيلد بتبقى طالعه من النورث داخله للساوث. ده في اي بار ماجنت في الدنيا. اي بار ماجنت في الدنيا الاقي الفيلد بتاعته عاملة كده يبقى اعرف ان هي طلعة من النورث رايحة للساوث. لو لقيت الفيلد عاملة كده لا ما يدي زيها. لو لقيت الفيلد عاملة كده يبقى ده النورث وده الساوث. تمام؟ اعتقد ان دي الحتة اللي انت ما كنتش عارفها صح؟ يعني ايه؟ يعني ايه why didn't we put the opposite side with the right hand؟ لا بنعرف النورث الصنب بتاعي بيوريني دايركشن النورث. هي دي يا جماعه شورت كات هم عملوها علشان بدل ما نحفظها. يعني بدل ما نحفظ لو البولاريتي بتاعت الباتري كده والكويل كده تبقى دي نورث ولا ساوث بدل ما نقعد نحفظها بالكلام. الرايت هاند جريب رول او الهاند رولز عموما ذيز ار شورت كاتس بدل ما احفظ ستيتمنتس. الصنب بيديني دايركشن النورث. الفيلد دي اقصد بيها النورث فطبيعي الباك سايد هيبقى هو الساوث. فانا هتبقى ايديا مشاوره كده هلاقي انا عايز الاربع صوابع بتوعي يبقوا مشاورين كده لفوق. الاربع صوابع يبقوا مشاورين كده فطبيعي هلاقي الصنب بتاعي مشاور كده. ده الكرنت دايركشن وده النورث دايركشن. الفيلد اقصد بيها النورث مش مهم دي دلوقتي. يعني ذاتس انذر واي تو دبل تشيك. اوكي طيب لو انا عايزه اقوي الفيلد دي ما احنا قلنا انها قويه مش دي اقوى من بتاعه الستريت واير واقوى من الوان تيرن بتاع السيركلر كويل او الفلات كويل ما هي قويه اهي. لا اكشلي في الحقيقه دي ما بتبقاش قويه قوي. انا عايزه اقويها اكتر واكتر. ممكن اعمل ايه؟ ممكن نعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده ان احنا نزود الفولتج بتاع الباتري نزود الكرنت. ممكن نعمل ايه تاني؟ باك more number of turns of the coil بس في نفس السبيس. يعني دي نقطه برضو كريتيكال قوي ممكن بعض الناس يغلطوا فيها. يعني ما تجيش انت مثلا دلوقتي عندك كام تيرن؟ عندك 6 تيرنز. ما تجيش تقول لي مثلا هخليهم 20 تيرن وتروح عامل لي كده وتروح موصله البطاريه لانه انت كده ايه ده انت كبرت الفيلد بس هي لسه ضعيفه. انا عايزاك to pack more turns of the coil within the same space. يعني بدل ما هم 6 كوينز كده واخدين 5 سنتي مثلا لا خليهم 20 تيرن في نفس ال 5 سنتي. يعني خلي نفس
اللينث بس زود النمبر اوف تيرنز كده باك مور تيرنز اوف ذا كويل. وقتها الفلكس لاينز اللي هنا دول هيبقوا اكتر واكتر 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 كمان, هتبقى الفيلد كلها اقوى من كده, عدد الفلكس لاينز هيبقى اكتر وهيبقوا اقرب من بعض. We know this way that the field is stronger. ايه تاني ممكن نعمله؟ اخر حاجه بقى نعملها عشان نقفل بيها النهارده علشان ازود السترينث بتاع الماجنتيك فيلد دي اكتر حاجه بقى ممكنه, ممكن نعمل ايه؟ يس يا محمد, بيرفكت. نجيب ايرن رود, ايرن بار, وندخله هنا. الايرن بار هنعرف بعد كده مع بعض ان هو حاجه اسمها سوفت ماجنتيك ماتيريال. طبعا ايرن از هارد, بس انا قصدي على سوفت دي الماجنتيك بروبرتي بتاعته, يعني اقدر اخليه ماجنت بسهوله واقدر اشيل منه الماجنتيزم بسهوله. فانا لما بحطه جوه الماجنتيك فيلد بتاعت السولينويد دي, الحديد اللي هو مش مغناطيس اصلا بيقلب ويبقى مغناطيس هو كمان. طب انا كسبت ايه كده لما حطيته؟ ما هو لما بقى مغناطيس بقى هو كمان عنده الماجنتيك فلكس الخاصه بيه, فإت أدز أب للماجنتيك فلكس بتاعت السولينويد, فيبقى أنا عندي كده الماجنتيك فيلد بقت أقوى حاجة ممكنة. طب ليه يا شباب ما ينفعش نحط ستيل كور؟ ليه البار أو الراد اللي بنحطه جوه ده يبقى أيرن؟ ليه ما ينفعش نخليه ستيل؟ لأنه الأيرن لو أنا حطيته هيبقى مغناطيس ويقوي الماجنتيك فيلد في وجود الكارنت. لو فتحت السويتش والالكتريك كارنت وقف ما بقاش فيه كهرباء, الماجنتيك فيلد بتاعت السولينويد بتختفي. مش هي اصلا الماجنتيك فيلد اللي حوالين السلك دي جايه من الماجنتيك فيلد بسبب الكهرباء؟ فلو في كهرباء الماجنتيك فيلد دي موجوده, ما فيش كهرباء بتختفي. الايرن بيعمل نفس الحركه, لو الكهرباء موجوده والماجنتيك فيلد دي موجوده هو كمان هيبقى ماجنتايز ويبقى عنده ماجنتيك فيلد. هنعرف ده مع بعض ليه؟ عشان الدومينز اللي بتترتب and so on. لو قفلت الكهرباء الماجنتيك فيلد بتاعت السولينويد بتختفي, فالماجنتيك فيلد بتاعت الايرن كور هي كمان بتختفي عشان الدومينز بتتلخبط. هنشرح بعد كده مع بعض بالتفصيل يعني ايه الكلام ده. طب لو انا حطيت بقى ستيل رود, لا الستيل وانس ان انت قلبته مغناطيس بيفضل مغناطيس forever unless ان انت تروح تبوظه يعني intentionally. فانا لو حطيت ستيل رود جوه هنا في كهرباء هيبقى مغناطيس, قفلت الكهرباء والماجنتيك فيلد دي اختفت, الستيل هيفضل ماجنت برضه وهيفضل عنده الماجنتيك فيلد. عشان كده ما بنستخدمش الستيل رود. ليه؟ لان انا اصلا الارينجمنت دي ان انا عندي حته سلك عاملاه كويل ومدخله جواه ايرن رود, دي ارينجمنت عبقريه. هي دي ارينجمنت مين؟ ويتش ابلكيشن بقى؟ الالكترو ماجنت اللي هو عندي كهرباء يبيهيف از ا ماجنت, فصلت عنه الكهرباء ما يبقاش مغناطيس. انت لو عندك اي ماجنت على الديسك جنبك دلوقتي ده بيبقى ستيل ماجنت because it's a permanent magnet. Once it is a magnet it remains a magnet. هل ينفع مثلا يبقى عندك مغناطيس وشبكت فيه حاجه حديد تقول له والله دلوقتي انا عايزك تفصل وقعها لي ما تبقاش مغناطيس؟ لا, لازم انت هتروح تشدها بايدك تفكها منه, مظبوط؟ انما الالكترو ماجنت لا, بدوسه زرار واحده يشتغل مغناطيس, بدوسه زرار تانية تفصل الكهرباء هو كمان ما يبقاش مغناطيس. ده بيستخدموه فين بقى يا جماعه؟ السكراب ياردز, عارفين اماكن الخرده؟ وكم تشوفوا الكلام ده في الافلام او في الكرتون او كده, يبقى عندك وينش كده شغال, الوينش في حاجه هنا, الحاجه دي تمسك العربيه ترفعها يروح يوديها الناحيه الثانيه, يدوس على الزرار تروح العربيه واقعه. شفتوها دي قبل كده في الافلام, في الحقيقه, في الكرتون؟ اوكي, ده الكتروماجنت. هو بيستخدم الارينجمنت دي, يبقى عنده سولينويد حاطط جواه ايرن كور, في وجود الكهرباء بيكون في ماجنتيك فيلد اند ات بيهيفز از ا ماجنت. لما بيفصل الكهرباء ما يبقاش فيه ماجنتيك فيلد, اتس نوت ا ماجنت اني مور. فلو في ماجنتيك ماتيريال هو لقيتها تروح واقعه. يس اكزاكتلي اتس ا ماجنت that works with presence of electricity. لكن انا اي مغناطيس عندي عادي عندي على الديسك هو هيفضل forever a magnet. ده بيبقى معمول من ستيل, لكن حركه الاون والاوف بالكهرباء دي ما بتحصلش غير بالحديد. وده علشان جزء في الاول كده اللي هو جزء الاندكشن ده بنشرحه بس قبل السيشن دي, يعني اللي هو hard and soft magnetic materials.
انا كده خلصت يعني اللي هو اول جزء في الالكتروماجنتيزم. الجزء اللي بعد كده بنبدا ناخد بقى يعني ايه موتور، وبعدين يعني ايه الكتروماجنتيك اندكشن جنريتور ترانسفورمر اند سو اون. طيب اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه. انا عارف طبعا ان انا دخلت كده في نص التوبيك، فممكن يكون في ناس ما كانوش مجمعين معايا قوي كل الحاجات اللي انا قلتها، بس انا خلصت. يعني لو حد حابب يسال اي سؤال عامه regarding the course regarding what I've discussed دلوقتي اتفضل. يس يا ادم، يس فور جون، فور ذوز تيكينج ذير اكزام في ماي جون سيشن هنبدا ان سبتمبر اكزاكت ميد سبتمبر ان شاء الله نص سبتمبر. يور ويلكم يا ادم، ثانك يو. طيب يا شباب حد عنده اي سؤال تاني؟ اللي عايز يحضر سيشن ادكسل ان شاء الله هنبدا بعد اولموست يعني ربع ساعه من دلوقتي. اوكي اللي عايز يعرف الفرق بين كامبريدج والاكسل this is a trial session. لا 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 I will not start from here خالص، لا لا هبدا طبعا يا عمر، يعني كورس كورس نوفمبر هبدا من اول حصه في السيلابس اللي هي يعني ايه يونتس في الفيزيكس، هبدا from scratch يعني. اوكي بصوا عامه يعني علشان طبعا انا النهارده دخلت شرحت اصلا عمري في حياتي ما بدات عملت ترايل سيشن شرحت، بس انا قلت يعني واي نوت ميك تشينج يعني غير كل مره اشرح من حاجه مختلفه، بحس ان كل المدرسين بيبداوا بالجنرال فيزيكس وبتقعدوا تسمعوا نفس الشرحتين. بصوا عامه انا لما في طريقه شغلي ما بشتغل بعتمد ان اللي قدامي ده ما شافش فيزيكس في حياته قبل كده ولا حتى بيولوجي، يعني حتى ايفن في البيولوجي عشان انا بدي بوست سبجكتس يعني بعتمد انه ما خدش بيولوجي في حياته قبل كده. ف I'm starting from scratch. اوكي يعني هنبدا اول حاجه بالجنرال فيزيكس، انا قلت لكم على ترتيب اليونتس جنرال فيزيكس اند ثيرمال الكتريسيتي اند ماجنتيزم بعد كده ويفز بعدين راديو اكتيفيتي. فالجنرال فيزيكس وي ستارت فروم سكراتش، يعني ايه يونتس، يعني ايه سكيلر كوانتيتيز، يعني ايه فيكتور كوانتيتيز، يعني ايه سبيد، يعني ايه فيلوسيتي. نشرح كل حاجه بالتفصيل من الاول خالص النهارده، يعني اتس جاست لايك يعني حاجه من النص كده. اوكي يور ويلكم يا عمر. هاي يا شباب طيب اشوفكم على خير، نقف على كده. اتمنى لكم كلكم التوفيق يا رب باذن الله، واشوفكم على خير الناس اللي هتحضر معانا ادكسل، اشوفكم بعد يعني ربع ساعه ان شاء الله. انا كتبت لكم رقم تليفوني في الشات 0127415533، اذا حد فيكم محتاج اي حاجه يعني just text me on WhatsApp. Thank you so much for attending.